طب السلام عليكم شباب تانية ثانوي، النهاردة هنحل مع بعض هوم ورك الكوزاين رول من غير حرق كتير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل بيبدأ يسخن معاك كده، بيقول لك زميلي هو الاكسبريشن ده مين؟ فعلى السكة بس عشان نبقى سالكين لبعض، لو انت ما اخترتش في الاختيارات كوزاين زد، اقفل الكتاب ورايح دماغك وما تكملش تعليم، عشان ده قانون الكوزاين زد. لو انت فاكر انا قلت لما بكتب كوزاين زد الحرف الوحيد اللي بيبقى بالنيجاتيف هو مين؟ الزد، وتحت اتنين في اول اتنين اللي هما الاكس والواي. فده كان القانون بيقول لك هو ده مين؟ يعني بيسخن بيقول لك فاكر هذا القانون؟ قول له اه. انتش اللي بعده. لسه عمالين برضو بنسخن، فبيقول لي واي سكوير بلس زد سكوير ماينس اكس سكوير، مين الوحيد اللي بالنيجاتيف؟ الاكس. يبقى مين اللي هيتكتب هنا؟ كوزاين اكس. يا مالك ما تجليش، كوزاين اكس. تقول لي بس ده ايه يعني؟ ده في شرع مين؟ يحل في شرع مين؟ اكتب لك القانون. كوزاين اكس ايكوال، افتكر بقى معايا، كان ايكوال واي باور 2 بلس زد باور 2 ماينس اكس باور 2، اكس الوحيد اللي ماينس على 2 في اول 2، مين اول 2؟ واي زد. اعمل كروس مالتبليكيشن نتفاها كده، هيبقى واي سكوير بلس زد سكوير ماينس اكس سكوير اللي هو ده، ايكوال بالكروس مالتبليكيشن 2 واي زد كوزاين اكس. فالاجابه كوزاين اكس. ستيل بنسخن. زهقت من تسخين القوانين. قال لي اي بي سي دي از سايكليك كوادري لاترال. انت طبعا ما شفتش بربع جنيه تعليم في حياتك، فما تعرفش مين هو السايكليك كوادري لاترال ده. سايكليك كوادري لاترال كده هو كواد اسمه اي بي سي دي اتش 2 اوبوزيت انجل مجموعهم 180، يعني انجل اي بلس انجل سي الصام بتاعهم 180 ديجري. معلم اي اتنين انجل مجموعهم 180 ديجري، كوزاين الاولى هو نيجاتيف كوزاين الثانيه. هتقول لي مش فاهم، كوزاين ايه؟ هتلاقيه هو كوزاين سي بس بحاله واحده بس، باختلاف اشاره. كوزاين ايه ايكوال نيجاتيف سوري كوزاين ايه ايكوال كوزاين سي. لا همنتج الثالثه، هبدا تاني 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 تاني. السؤال الثالث، بدانا منتجه بدري. طب السؤال الثالث بيقول لي اي بي سي دي از اسايكليك كوادريلاترال. ايه بقى السايكليك كوادريلاترال ده؟ السايكليك كوادريلاترال لو معايا اي بي سي دي سايكليك كواد اتش 2 اوبوزيت انجل مجموعهم 180، اي اتنين في وش بعض المجموع بتاعهم 180 ديجري. انا عايزك كده تشتغل معايا اشرح لك حاجه كده بارقام، لان انتوا بتحبوا الحاجات دايما بارقام. انا عايز اشوف كوزاين ال 60 بكام وكوزاين ال 120 بكام. كوزاين 60 على الكالكليتور قدامي بهاف، كوزاين ال 108 ال 120 بنيجاتيف هاف، دول مجموعهم كام؟ هاف بلس نيجاتيف هاف، هاف بلس نيجاتيف هاف، ده ايكوال زيرو. اعمل مستر، ده حاجه بالبوزيتيف وحاجه بالنيجاتيف مجموعهم صفر. فعلا اي اتنين انجل مجموعهم 180 مجموع كوزايناتهم بصفر. اي اتنين انجل الصام بتاعهم 180، اكتبها قاعده لنفسك كده في الكتاب وانت بتذاكر. قول السايكل الكواد دوت معناه ان انجل A بلس انجل C ب 180. مستر محمد قال لي كده، وقال لي كمان اي اتنين انجل مجموعهم 180 كوزاين الاولى هو كوزاين الثانيه بس بعكس الاشاره، فواحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف المجموع كام؟ صفر. ماشي، اي اتنين انجل مجموعهم 180 مجموع كوزايناتهم صفر، اي اتنين انجل الصام بتاعهم 180 سم ذير كوزاينز ايكوال زيكو زيكو زيرو. الراجل بس بيروش معاك كده ترويشه بسيطه، بيقول لك ولا في اي ترانجل اسمه اكس واي زد 2 اكس واي كوزاين اكس بلس واي. فاكر ياض في الحصه لما قلنا معلومه؟ قلنا ساين اكس بلس واي، افتكر ساين اكس بلس واي هو ساين زد. امين، ادي اللي اتفقنا نمبر 1. كوزاين اكس بلس واي ايكوال نيجاتيف كوزاين زد، يعني كده كده الاكس بلس واي بتتشال ويتحط مكانها زد. لو سؤالي ساين ما بغيرش اي اشارات، انما لو سؤالي كوزاين بحط اشاره نيجاتيف. بمعنى انا دلوقتي الراجل بيقول لي 2 اكس واي كوزاين اكس بلس واي، قول لي اخليها كوزاين زد بس هحط اشاره ايه؟ نيجاتيف. بشيل اكس بلس واي واحط كوزاين زد بس بحط اشاره نيجاتيف، فكده سؤاله ما بقاش 2 اكس واي كوزاين اكس بلس واي، سؤاله بقى نيجاتيف 2 اكس واي كوزاين زد. طب انا عملت ايه؟ نزلت ده زي ما هو 2 اكس واي، كوزاين دي شلتها وحطيت نيجاتيف كوزاين زد. نيجاتيف 2 اكس واي كوزاين زد ده اللي هو مين؟ نيجاتيف 2 اكس واي كوزاين زد. هتقول لي ثانيه واحده كده، انت هتكتب الاول قانون كوزاين زد وانا اشوف لك الحوار ماشي ازاي. افكرك بحاجه، فاكر ياض لما قلنا كوزاين زد اللي بتتكتب في الاخر اكتب زد سكوير ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير
ماينس 2x y كوزين z. مش ده الرول بتاع كوزين z؟ اصحى لينا، احنا جينا مين اللي معايا؟ معايا في المسألة نيجاتيف 2x y كوزين z، الجزء ده كله. الجزء ده لو عايز اخليه لوحده عشان اعرف هو ايكوال كام، ما هو سؤالي ده ايكوال كام، هضطر اودي الحاجات دي بس هناك بالماينس. انا عايز ادي بارتو بالبلس، اكس بارتو تروح لها بعكس الاشاره، نيجاتيف نيجاتيف. مين اللي اتبقى؟ نيجاتيف 2 اكس واي كوزين زد. فهو لففك لفه طويله عشان تقول له زد باور 2 ماينس اكس باور 2 ماينس واي باور 2. موجوده في الاختيارات؟ اه موجوده موجوده. عادها لك تاني بسرعه قوي، عادها لك بسرعه قوي، بص بسرعه قوي قوي قوي. لا عيد انت الفيديو مش مستاهل. اللي بعده خمسه خمسه. الراجل بيقول لك ايه؟ هقول لك انا بيقول لك ايه. بيقول لك ان ترانجل ال ام ان، الراجل اداك ال ال واداك الام، سايد ال سمول سايد ام سمول انجل ان، تو سايد وانكلودد انجل كوزاين رول ما بفكرش، تو سايد وان انجل ارزع كوزاين رول. هو عايز مين؟ الان ان باور 2 ايكوال ال باور 2 بلس ام باور 2 ماينس 2 ال ام كوزاين كوزاين اللي مكتوب بره يعني كوزاين ان. يلا يا ريس هقول ان باور 2 ايكوال ال باور 2، ال بكام؟ 5، تبقى 5 باور 2 بلس ام باور 2 يعني 7 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي ال ال سمول اللي هي 5 ملتبلاي الام سمول اللي هي 7 ملتبلاي كوزاين ان اللي هو كوزاين 60. قبل اي حاجه بس قبل اي حاجه ما ننساش نعمل روت، روت للانسر اللي هيتكتب. انا كاتب لك روت اهو يخرق عينيك، عشان بعد ما نطلع الانسر هنعمل روت. 5 باور 2 بلس 7 باور 2 ماينس 2 باي 5 باي 7 باي كوزاين 60. طلعت معايا الاجابه ديت 39. ايه ده بجد؟ روت 39 بكام؟ روت 39 ايكوال طلع معايا 6.24499 وهكذا، اللي هي 6.2. اوكي اوكي. ليتس دانس يا ليتس دانس. بيقول لك ان ترانجل اي بي سي اف ميجر انجل اي بلس ميجر انجل بي ب 120. انجل اي بلس انجل بي ب 120، عرفت انجل سي بكام ولا لسه؟ هتقول لي طبعا انجل سي ايكوال انجل سي 180 ماينس 120. ما هو اي وبي الاثنين على بعض ب 120، السي لوحدها ب 60، كده 60 و 120 يدوك ال 180 كامله. فعلا انت حسبت انجل سي صح. الراجل مديك اي سمول وبي سمول وانجل سي تو سايدز وانجل، استخدم كوزاين رول. عمو بيسالني عن السي، هقول له سي باور 2 ايكوال اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس 2 اي بي كوزاين سي. يلا يا ريس، سي باور 2 ايكوال اي باور 2 اللي هي 2 باور 2 4 بلس بي باور 2 9 ماينس 2 ملتبلاي الاي الاي سمول اللي هي كام؟ 2 ملتبلاي البي سمول اللي هي كام؟ 3 ملتبلاي كوزاين سي اللي هي كوزاين 60. ما تنساش ان احنا باذنك يا رب هنعمل روت للانسر اللي هيطلع. هتسحل انا السحله دي؟ 4 و9 ماينس 2 في 2 في 3 في كوزاين ال 60 طلعت معايا 7 روت 7. جميل على الرايق قوي ده. تلاقي الانسر كده في الاختيارات بتتبسط، تحس انك انت وانت اصلا كده كده. بص يا معلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ترانجل اي بي سي اي سايد بي سايد كام سايد؟ اتنين سايدز اسمهم اي وبي وانكلودد انجل وان انجل اسمها سي. ما تحرقش كتير، انا داخل كوزاين رول من غير ما افكر، انا داخل اجيب السايد التالت، السايد التالت اللي هو سي سمول. سي باور 2 ايكوال يلا نعوض على طول، اي باور 2 يعني 9 باور 2 بلس بي باور 2 يعني 15 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي الاي اللي هي 9 ملتبلاي البي اللي هي 15 ملتبلاي كوزاين سي اللي هي كوزاين 105. مستر ما تنساش تبقى تعمل روت. حاضر هعمل روت. 9 باور 2 بلس 15 باور 2 ماينس 2 باي 9 باي 15 باي كوزاين 105. طلعت معايا الحسبه دي 375.88. هعمل لها روت بقى، هعمل روت انسر. روت انسر طلعت الاجابه 19.3 سنتيمتر. بقول لك ايه الراجل ده عايز ايه؟ عايز البريمتر. طب ما انا عارف ان انت عارف ان كلكم عارفين ان البريمتر ايه بلس بي بلس سي مجموعه ثلاثة سايدز. السايد ايه بكام؟ 9 والسايد بي بكام؟ 15 والسايد سي بكام؟ 19. يجي واحد يقول لي يا باشا 19.3 عملنا لها ابروكسيميشن للاصغر لان 0.3 ده اصغر من 0.5 فهي نيرلي 19 يعني.
عايز تكتبها 19.5 19.3 براحتك، وهيطلع برضه ابروكسيميشن في الاخر 9 بلس 15 بلس 19 طلعت لي 43. تعرف ان تقريبتها غلط؟ اه والله المفروض حق الله الاجابه 43. مين اقرب اجابه؟ 44. يجي واحد حمار، واحد حمار يقول لي اقرب اجابه لل 43 ال 34. عالم متخلفه. بس هي عامه دي كانت 19.3 عشان ما حدش يحرق، دي بوينت 3. حق الله التقريبه تبقى 43 مش 44، هو قربها ل 44 عادي يعني مش مشكله في بيتها. كده كده الابروكسيميشن ده شيء نسبي، يعني ممكن حد يقرب للاصغر او للاكبر. احنا بس وانتوا صغيرين كنا بنضحك عليكم ونقول لكم البوينت 5 يتقرب للاكبر، اما هي مش كده، هي نسبيه. عارف يعني ايه نسبيه؟ يعني ممكن واحد دلوقتي يجي يقول لك انا لو معايا مثلا، ده من اجل الدردشه، معايا مثلا 44200 جنيه. ما بحبش اقول 44200 جنيه، اقول 44000 ولا 45000. كماث اللي انت درسه زمان 44000، كحياه انت ممكن تيجي تقول انا معايا 45000 عادي يعني، يعني هو حد هيعد وراك، انت قربتها عشان يبقى الرقم مقفول صحيح. انما الابروكسيميشن ده انت بتاخد اقرب رقم في اختياراتك وخلاص. بغض النظر، الراجل جه قال لك البي ب 2 والسي ب 2.5، كام سايد؟ 2 سايدز. ومديك على فكره انجل ايه او الكوزاين بتاع انجل ايه؟ قول لي صح. انا المفترض دلوقتي ما دام معايا البي والسي اروح احسب السايد اللي ناقص اللي هو سايد ايه، فهقول اي باور 2 ايكوال بي باور 2 يعني 2 باور 2 بلس سي باور 2 2.5 باور 2 ماينس 2 باي 2 باي 2.5 اللي هي 2 اي بي باي كوزاين الانجل اللي بره او كوزاين الحرف اللي بره اللي هو كوزاين ايه. كوزاين ايه نفسه ب 2 على 5. كوزاين ايه مش هعمل له كوزاين، هو اوريدي كوزاين. فهبدا اقول 2 باور 2 بلس 2.5 باور 2 ماينس 2 باي 2 باي 2.5 باي 2 على 5. طلعت كام يا معلمي؟ طلعت 25 على 4. ابوس ايدك ما تنسى الروت، والنبي ما تنسى الروت. تقول لي خلاص جمعت يا مستر، عملت روت طلعت الاجابه 2.5، يبقى اصبح معايا السايد A ب 2.5 والسايد B ب 2 والسايد C ب 2.5. اكتب لك الثلاث سايدات اهم تحت بعض 2.5 والبي ب 2 والسي ب 2.5. ولا المثلث ده نوعه ايه؟ اتنين سايدز ايكوال والتالت مش قدهم. حضرتك بتتكلم عن ايسوسيلس ترانجل. ايه سير ايسوسيلس ترانجل؟ السؤال التاسع، لعبه حلوه قوي. الراجل بيقول لك في اي ترانجل اسمه اكس واي زد لو الاكس ايكوال الواي زين كوزاين الاكس. بص هنبدا منين؟ من قانون كوزاين الاكس. ما انا عارف ان كوزاين اكس ايكوال واي باور 2 بلس زد باور 2 ماينس اكس باور 2 على 2 في اول 2، 2 في واي في زد، 2 في واي في زد. بص الكلمه الجميله قوي اللي اتقالت، الراجل قال لك مين قد مين؟ قال لك الاكس ايكوال الواي، يعني الواي باور 2 زي الاكس باور 2. زعلان مني؟ لا، الاثنين ايكوال. ما دام الاثنين ايكوال، هو اللي قال مش انا اللي قلت، هو اللي قال الاكس قد الواي، فانا قلت له يعني قصدك ان الاكس باور 2 قد الواي باور 2؟ قال لي اه. طب ما هي واحده بالبلس واحده بالماينس، يبقى هنعمل ايه؟ هنشيلهم. يتبقى لي مين يا ريس؟ زد باور 2 فوق اوفر 2 واي زد. 2 واي زد. تزعل مني لو شلت زد من تحت مع زد من فوق؟ قول لي لا براحتك. يتبقى لي زد اوفر 2 واي. تروح في الاختيارات تلاقيها زد اوفر 2 واي. سهلة أوي. قشطة، شفنا؟ أقلب خلاص. أوكي. أنا حوار بقى دلوقتي حمضان أسئلة وحوارات ما يعلم بها إلا ربنا. العيال متخلفة عقليًا، معاها معادلتين في مجهولين ومش عارفة تحل. بص يا حبيبي، A بلس C إيكوال 11، أهي هكتبها لك بس بخط عادي. A بلس C إيكوال 11. و A ماينس C إيكوال 1. A ماينس C إيكوال 1. خليك نضيف بقى. خليك نضيف واجمع المعادلتين. انت لو عملت ادنج للتو ايكويشن، بص الادنج بيحصل ازاي. A بلس A دول كام دول؟ دول 2 A. العالم الزباله اللي قالت A باور 2 بالجزمه. A بلس A 2 A. طب لما اجي اجمع نيجاتيف C على بلس C، الله يمشوا، دي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. طب انا بعمل اد 11 بلس 1 ايكوال كام؟ 12. ولا اقسم على الاثنين، ديفايدد 2، ديفايدد اللي جنب الفاريبل، ديفايدد اللي جنب الحرف. 12 ديفايد 2 تطلع كام؟ 6. اذا انا طلعت الاي ب 6 سنتي. هو انا بعد ما جبت الاي هعرف اجيب السي؟ سهله قوي، روح هنا او هنا في اي ايكويشن في الاثنين، اول ايكويشن او ثاني ايكويشن هيطلعوا نفس الانسر.
انا هحل بتاني ايكويشن مثلا، انا حر اشيل الاي واحط 6، 6 ماينص سي ايكوال 1، ممكن اودي ده هناك بالماينص، يبقى الماينص سي ايكوال نيجاتيف 5. ما هو 1 ماينص 6 بنيجاتيف 5، شيل شيل طلعت السي بكام؟ ب5. يجي واحد يقول لي هل لو كنت رحت الاول ايكويشن كانت برضه هتطلع السي ب5؟ تعالى اجرب لك. مش انت جايب الاي ب6؟ روح هنا 6 بلس سي ايكوال 11، وادي ال 6 بالماينص، 11 ماينص 6 بكام؟ 5. السي 5 السي 5 اكيد السي 5 كده. انا الحمد لله بقى معايا 3 سايدز، اصبح معايا السايد اللي اسمه ايه؟ بكام؟ ب 6. والسايد بي اوريدي بكام؟ ب 4. والسايد سي ب 5. معايا الثلاثه سايدز والعيشه مرتاحه. عمو قال لي هل الترانجل ده اوبتيوس انجل ولا الترانجل ده رايت انجل ولا ميجر انجل بي ايكوال توايس ميجر انجل ايه ولا ميجر انجل ايه ايكوال توايس ميجر انجل بي؟ تعال اقول لك، انا عايز اعرف هو رايت انجل ولا لا. بص اللي هعمله، هعمل الاثنين سايدز الصغيرين اللي هم البي ب4 والسي ب5، ده الكبير ده مالكش دعوه بيه. اعمل الصغيرين باور 2 بلس بعض. ازاي؟ اعمل 4 باور 2 بلس 5 باور 2. انا احسب الحسبه دي 4 باور 2 بلس 5 باور 2 طلعت معايا 41. هعمل الكبير لوحده باور 2 6 باور 2 طلعت معايا 36. هل الرقمين دول زي بعض؟ لا. لو الرقمين دول زي بعض يبقى رايت انجل. قالوا لك ايه؟ قالوا لك في اي مثلث في الدنيا لو لقيت a باور 2 بلس b باور 2 ايكوال c باور 2، مش شرط تبقى الحروف دي a وb وc، يعني دول الصغيرين لو لقيت الاثنين الصغيرين باور 2 بلس بعض بيساوي الكبير باور 2، مثلثك رايت انجل. ودي انتوا بتعملوها من ابتدائي وانتوا بتحلوا في بايثاغورس، كنتوا بتعملوا القاعده دي، ده باور 2 بلس ده باور 2 ايكوال ده باور 2. طب ماذا لو لقيت a باور 2 بلس b باور 2 less than c باور 2، ده يبقى اوبتيوس انجل ترانجل. هل الحاله دي حاصله معايا؟ لا، انا اصلا مثلثي اكيوت انجل ترانجل، يبقى انا مش رايت انجل ترانجل وانا مش اوبتيوس انجل ترانجل. يبقى هي حاله من حالتين، هل ميجر انجل اي قد انجل بي مرتين ولا ميجر انجل بي قد انجل اي مرتين؟ اسالك سؤال، هو مين السايد الكبير؟ سايد ايه؟ 6 صدقني. والسايد الصغير سايد بي ب4. مين الانجل الاكبر، انجل اي ولا انجل بي؟ طبعا انجل اي اكبر من انجل بي، يبقى انجل اي ايكوال توايس انجل بي. دي معناها انجل اي ايكوال 2 من انجل بي، انجل اي لوحدها قد البي مرتين، يبقى انجل اي هي الكبيره. يبقى المفروض ان اختار الاختيار دي، انجل اي قد انجل بي مرتين. تيجي تقول لي طب انا عايز اتاكد، احسب لي انجل اي واحسب لي انجل بي. خليك بس عشان همشي الكلام ده دلوقتي، فعايز افتكر الارقام. انا كان معايا الاي ب6 والسي ب5، الاي ب6 والسي ب5 يا رب ما انساهم بسرعه 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 قبل ما انسى. الاي ب6 والسي ب5، ادي الثلاث سايدز اللي معمع عليك. عايزين نحسب انجل ايه وانجل بي. هكتب كوزاين ايه ايكوال، مين الوحيد اللي هيبقى بالماينس؟ الاي اللي هو 6 باور 2، وببدا بمين؟ البي والسي، 4 باور 2 بلس 5 باور 2 على 2 في اول 2، 2 في 4 في 5. حد فاكر بعد ما بحسب دي كنت بعمل ايه؟ شيفت كوزاين. بس احنا نحسب دي الاول، 4 باور 2 16 بلس، لا اكتب 16، 5 باور 2 اللي هي 25 ماينس 36 على 2 باي 4 باي 5. الحسبه دي طلعت 1 اوفر 8. لو عملت شيفت كوزاين 1 اوفر 8 شيفت كوزاين انسر، طلعت معايا انجل ايه ايكوال 82 ديجري 50 مينت تقريبا، ده بالابروكسيميشن يعني. طب عايز احسب انجل بي، اروح اكتب كده كوزاين بي ايكوال اي باور 2 يعني 6 باور 2 بلس سي باور 2 5 باور 2 ماينس بي سمول باور 2 يعني ماينس 4 باور 2 على 2 في 6 في 5. تطلع الحسبه ديت كام؟ ثواني واقول لك، 6 باور 2 بلس 5 باور 2 ماينس 4 باور 2 على 2 باي 6 باي 5 تطلع 3 على 4. هعمل شيفت كوزاين انسر، عملت شيفت كوزاين انسر طلعت انجل بي ايكوال 41 ديجري 24 مينت. ها نصها ولا مش نصها؟ فعلا دي نص، دي انجل بي نص انجل ايه، يعني انجل ايه قد انجل بي مرتين. دي 41 ودي 82 يعني قدها مرتين،
لو مش مصدقني اضرب دي في 2، لو مش مصدقني اضرب انجل بي في 2 هتديك انجل ايه، يبقى انجل ايه ايكوال توايس انجل بي. اللي بقى فرهضه بقى دلوقتي، الراجل جاي منه في فرهضه واضرب واعمل ودي وانتوا مش حمل الحاجات دي. انتر انجل اي بي سي، بص يا معلم الراجل بيقول لك سي ملتبلاي اي ملتبلاي كوزاين بي، حافظ رول الكوزاين بي. هتقول لي ده انا حافظه زي عينيا، ده الكوزاين بي عباره عن اي باور 2 بلس، ده كوزاين بي صح؟ اه لا مؤاخذه، اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس بي باور 2 على 2 في الاي في السي بلس، انا مش هعوض، نزلت الاي زي ما هي وادي رول كوزاين البي، وبعدين قابلني بلس نزلته زي ما هو، بي هنزلها زي ما هي ملتبلاي قانون كوزاين اي، يلا نرجع قانون كوزاين اي، بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 على 2 في اول 2، 2 في البي في السي، اصحى لينا اصحى لينا يا رب نقدر نطير حاجه صح. هطير ايه من فوق مع ايه من تحت؟ هطير بي من فوق مع بي من تحت، خلي بالك بطير البي اللي عامله ملتبلاي ما اقدرش اطير البي اللي عامله بلس، هنا برضه طيرت ال اللي عامل ملتبلاي ما اقدرش اطير ال اللي عامل بلس، مستر قال لي لو في بلس وماينس ما تطيرش، بس لو في ملتبلاي طير. تيجي ندخل سي جوه، دخل سي، هضرب سي جوه في البراكت الاول، فمكان الاي ده هحط سي جوه ملتبلاي اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس بي باور 2 اوفر 2 مين 2 سي. انا ضربت السي في اول ترم كله، السي اللي بره دي هضربها كمان في ثاني ترم، فهيبقى معايا بلس سي مضروبه في مين بقى يا معلم؟ بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 على 2 سي. ايه اللي هيحصل؟ تعالى يا ريس هتلاقي السي طارت مع السي، الله السي طارت مع السي تحفه. مين اللي اتبقى؟ اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس بي باور 2 كل ده اوفر 2. انا واخد بالي ان في كومن دينومينيتور كتبته مره واحده، طب واللي فوق ده هتعمل فيه ايه؟ هجمعه كله على بعضه، فكتبت اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس بي باور 2، هكمل بلس بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2. يا لهوياني يا رب حاجات تطير عشان ما تسوحش. انا هلاقي البي باور 2 بالنيجاتيف والبي باور 2 بالبوزيتيف طار، هلاقي الاي باور 2 بالبوزيتيف والاي باور 2 بالنيجاتيف طار. مين اللي اتبقى؟ سي باور 2 بلس سي باور 2 اللي هم 2 سي باور 2، 2 سي باور 2 اوفر كام؟ 2 طاروا مع بعض، مين اللي اتبقى في الاخر؟ سي باور 2. واو سؤال واو تحفه، بقى سؤال حلو قوي. طيب تعالى عشان معانا حوار هنا، معانا حوار ما يعلم بالله ربنا. الراجل بيقول لك ايه؟ اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2 بلس روت 3 اي بي ايكوال 0 زين ميجر انجل سي. انت هتقول لي بص مش الراجل عايز انجل سي، انا هكتب قانون كوزاين سي ويحل يا ما حلش انا ورزقي، فاهم؟ انا لقيت حاجه ما لقيتهاش، ده في جيفن انا مش فاهمه يا مستر، بس انت عارف الريكوايرد انجل سي، اكتب لي كده قانون كوزاين سي معايا. كوزاين سي ايكوال اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2 اوفر 2 اي بي. زعلان مني؟ زعلان مني؟ حد زعلان؟ لا ده قانون كوزاين سي. بص الجمال والجمدان في الجيفن ده، اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور، الله الله مين ده؟ ده اللي انا عايزه فوق، ده انت عايز فوق اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2. تعالى بقى كده نتعامل، اقول لك حاجه ويا تصدقني يا ما تصدقنيش. اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2 ايكوال نيجاتيف روت 3 اي بي. انا عملت ايه؟ انا نقلت ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، كان بوزيتيف روت 3 اي بي وديته الناحيه الثانيه نيجاتيف روت 3 اي بي، فخليت مين موجود لوحده؟ اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2. فانا هاتي حاليا حاليا كوزاين سي ايكوال الليله اللي فوق دي كلها كلها صفصفت معايا على كام هناك؟ a باور 2 بلس b باور 2 ماينس c باور 2 ده نيجاتيف روت 3 a b، ومين موجود تحت؟ 2 a b. يا احلى يوم في عمري، a b مشيت مع a b، اصبحت كوزاين c نيجاتيف روت 3 على 2. اجري ياض على قالتك يا اجري واعمل شيفت كوزاين نيجاتيف روت 3 على 2 طلعت لي ب 150. كنت داخل انت على الله مش عارف انت هتحل ازاي. رزقت رزقت 13. ان ترانجل اي بي سي اف ميجر انجل سي ايكوال 60 ديجري،
تيجي تقول له يا مستر ايه ده يعني تبعك الكلام ده؟ والله يا ابني ولا اعرف ولا اعرف، انا اللي اعرفه حاجه واحده ان انجل سي دي ليها قانون عندي. قول لي طب ما تيجي نعمل الحركه اللي انت بتعملها. يلا نعمل الحركه اللي انا بعملها، هكتب كوزاين سي. كوزاين سي يعني كوزاين 60، ماشي؟ عشان ما نحرقش مع بعض كتير، عشان ما بحبش اللت. كوزاين سي ايكوال اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2 على 2 في اف بي. امسك التك واعمل كوزاين سيرت كوزاين 60 هتطلع هاف ايكوال. دبلي عينك فوق، دبيت اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2، كل ده معايا ولا مش معايا؟ معايا. وايكوال كي اي بي، يعني ممكن اشيل كل اللي فوق ده واحط كي اي بي اوفر 2 اي بي. يا لهوي على العسل، يا لهوي على اللي هيحصل. اي مع الاي بونسوا، بي مع بي انا لسه شرفته، 2 مع 2 كان فيه خلص، مين اتبقى؟ 1، مين اتبقى؟ كي. ولا سحر ولا شعوذه، طلعت الكيب كام؟ بواحد. تحفه تحفه، اسئله من الطراز الرفيع. ولا ارجع بقى كده للسايلو وافتكر المنظر ده. هل ده ريشيو؟ هتقول لي لا ابو المساطر ده مش ريشيو. طب هو انا كنت بعمل ايه عشان اخليها ريشيو؟ كنت بقسمهم كلهم على حاجه تقبل الاسم عليهم. ايه الرقم اللي يقبل الاسم على كل ده؟ قول لي ثانيه عشان انت كنت عاملها قبل كده. بقول لك ايه، تيجي نقسم كله على ال 12. على فكره ممكن بعض الناس اللي هي كان انا قلت ايه، لو انت بتعرف مين الرقم اللي ديفيزبل باي كله اقسم عليه. فانا اخدت بالي ان ال 12 ديفيزبل باي 6، وال 12 ديفيزبل باي ال 4، وال 12 ديفيزبل باي 3، ال 12 تقبل الاسم على كله. في بعض الناس يقول لي بس انت قلت اضرب اكبر 2 في بعض هتبقى 24. هي والله ممكن اقسم كله على 24، بس كسمبلست فورم احلى ال 12. لو انت ما جاش في بالك وقررت تقسم على 24، انا همشي بالتراك ده، همشي معاك باللي انا قلته. 6a على 24، الاشيك كان على 12، بس انا ماشي في تراكك عشان انت ما تعرفش الاشيك في الامتحان. 4b على 24، 3c على 24. تعال كده همسك التي واعمل 6 على 24، طلعت والله 1 على 4. طب 4 على 24 طلعت بي على 6. طب سي 3 على 24 طلعت 1 على 8. اقدر اقول ان الريشيو بتاعت الاي ايكوال 4 ام، وريشيو البي 6 ام، وريشيو السي 8 ام. فاكر لما قلت لك في الحصه الامات هتطير؟ فاكر لما قلت لك في درس الكوزاين لو الام لازم هتطير؟ يعني لو نفسك تقول الاي ب 4 قول، لو عايز تقول لي البي ب 6 قول، لو جاي معاك ان السي ب 8 يا عم السي ب 8. الراجل سالني عن الميجر اوف ذا سمولست انجل ان ذا تراينجل، دب عينك انهي اصغر واحده، هل الثمانيه ولا السته ولا الاربعه؟ اكيد الاربعه. فانا هكتب انجل ايه، فهقول يبقى كوزاين ايه ايكوال، كوزاين ايه ايكوال، يلا نعوض على طول، بي باور 2 يعني 6 باور 2 بلس سي باور 2 يعني 8 باور 2 ماينس اي باور 2 يعني ماينس 4 باور 2 على 2 في اول 2، 2 في اول 2 على 2 في 6 في 8. التي يا التي رايح للآلة، باسمك يا رب نبدا. 6 باور 2 بلس 8 باور 2 ماينس 4 باور 2 اوفر 2 باي 6 باي 8 طلعت معايا 7 على 8. كوزاين ايه ب 7 على 8. شفت كوزاين انسر، شفت كوزاين انسر، شفت كوزاين 7 على 8، طلعت لي الانجل ايه بكل راحه 28 ديجري 57 مينت وشوية ثواني مش عايزها، 28 ديجري 57 مينت. عرق قوي. بيقول لك ان ذا اكيوت انجل ترانجل اي بي سي، اي ايكوال 8 سنتيمتر، بي ايكوال 5 سنتيمتر، كام سايد؟ 2 سايدز، وانكلودد انجل، وانجل انكلودد. سيبك بقى من كل الكلام ده، هو كده كده 2 سايد وانكلودد انجل، احنا اكيد لازم نجيب السايد الثالث، اكيد هنستخدم الكوزاين لو. هتقول لي بس مستر الراجل ده طالب انجل ايه؟ يا عم تعالى يا عم، انت بتفهم وانا ما بفهمش، ماليش انا في الماس، تعالى نجيب له انجل ايه. هكتب كوزاين ايه ايكوال بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 على 2 بي سي. تعالى حل بقى، مش انت ملبسنا؟ مش انت بتقول لي يا مستر ده الراجل عايز الانجل؟ هو انا هعرف اجيب الانجل وانا معيش السايدات؟
ما انا عشان اجيب الانجل ايه لازم سايد بي يبقى معايا وسايد سي معايا وسايد ايه معايا. انا معايا سايد مين؟ ايه وبي بس، معيش غير ام اتنين سايد الاي والبي. ها ها معاك الاي ومعاك البي، هتجيب لي السي دي منين؟ هتعوض عن السي بكام؟ يبقى انت المفروض من الاول تروح تجيب السايد الناقص عشان نقدر نجيب له الانجل اللي عايزها. انا عارف انه عايز انجل، مش عارف اجيبها غير لو معايا ثلاث سايدات. لازم اروح الاول معايا اتنين سايدز بس الاي والبي، اروح اها اها تعال هروح اجيب سايد سي. لا اله الا الله لا اله الا الله، سي باور 2 ايكوال ايه؟ باور 2 يعني 8 باور 2 بلس بي باور 2 يعني 5 باور 2 ماينس 2 باي 8 باي 5 باي كوزاين سي يعني كوزاين 60. ولا اوعى تنسى الروت يا، اوعى تنسى ان الانسر اللي هيطلع هيتعمل له روت. يلا نجهز، يلا 8 باور 2 بلس 5 باور 2 ماينس 2 في 8 في 5 في كوزاين 60 طلعت معايا 49. روت ال 49 بكام؟ ب 7. كده بقى معاك السايد التالت، كده انا بقى معايا الثري سايدز، سايد A وسايد B وسايد C. الدنيا هتبقى حلوه. اروح احسب بقى انجل ايه، هقول كوزاين A ايكوال، الاقي الدنيا مظبوطه وكل السايدز معايا والدنيا مرتاحه، فهقول B باور 2 بلس C باور 2 ماينس A باور 2 على 2 في B في C. فهقول B باور 2 يعني 5 باور 2 بلس C باور 2 راحت فين؟ اهي اهي C باور 2 7 باور 2 ماينس A باور 2 اللي هي 8 باور 2 على 2 في اول 2، 2 في 5 في 7 تطلع كام بقى البتاعه دي؟ هروح اشوف واجهي يا مسهل الحال يا رب. 5 باور 2 بلس 7 باور 2 ماينس 8 باور 2 اوفر 2 باي 5 باي 7. الليله دي كلها طلعت معايا 1 على 7، 1 على 7. هعمل شيفت كوزاين 1 اوفر 7. عملت شيفت كوزاين 1 على 7 طلعت انجل A ايكوال 81 ديجري 47 مينت. 81 ديجري و 47 مينت موجوده؟ موجوده، وعلى فكره و 12 ثانيه كمان، يعني بدقه بحذافيرها. كان ينفع بقى اجيب انجل ايه وانا معيش السايد التالت؟ لا ما يصحش، ما يصحش كده، ما يصحش كده، ما يصحش كده، ما يصحش كده، ما يصحش كده. 16 16 16 ABC is a triangle in which الA equal root 2 سنتيمتر والB equal root 3 سنتيمتر والC equal 2 سنتيمتر. معايا 3 سايدز، معايا 3 سايدز، والراجل طالب مني طلب غريب، طلب عجيب، طلب مريب. ده الراجل بيقول لك انا عايز كوزاين A ملتبلاي كوزاين B ديفايدد كوزاين A بلس B. هتقول لي ثانيه، اللي تحت دي انت قايلها في اول الفيديو، انت قايل ان كوزاين A بلس كوزاين A بلس B اللي تحت نيجاتيف كوزاين C. يعني انا مطلوب مني ايه بقى دلوقتي؟ مطلوب مني اجيب كوزاين A واضربه في كوزاين B واقسمه على نيجاتيف كوزاين C. يا لهوي على الفرهده، بس هترزق يعني هترزق. تعال نبدا نجيب كوزاين A. كوزاين A ايكوال، هبدا اصعب بسرعه بقى، بي باور 2 روت 3 باور 2 بلس سي باور 2 2 باور 2 ماينس اي باور 2 روت 2 باور 2 على 2 في اول 2، اول 2 انا كاتبهم مين؟ روت 3 و2. هحسب الحسبه دي، خلي بالك مش هجيب الانجل، انا مش عايز انجل ايه، يعني بعد ما اخلص انا مش هعمل شيفت كوزاين. هتقول لي ليه؟ هقول لك كده كده الراجل مش عايز الانجل، ده عايز الكوزاين نفسه. اوفر 2 في روت 3 في 2 طلعت معايا وربنا يستر من الرقم ده 5 روت 3 على ال 12. ما تقلقش يا ما تقلقش، هترزق معانا في اخر المساله. تعال نجيب كوزاين بي. هقول ايه باور 2 يعني روت 2 باور 2 بلس سي باور 2، ما هي الوحيده اللي هتتحط من نيجاتيف هي البي في الاخر، ما تنساش احنا كده كده هنحط روت 3 في الاخر باور 2. طب السي بكام بقى؟ السي ب 2 على 2 في اول 2 اللي هم 2 في روت 2 2 في ايه؟ في سي. هحسب الحسبة دي واشوفها هتطلع كام واقول لك. على 2 في 2 روت 2، هو انا حسبت الحسبة دي طلعت 3 روت 2 على 8. هتقول لي مستر وانت متأكد ان الكلام ده هيوصلنا في الاخر لحاجة من الاختيارات؟ يا عم خليها على الله هترزق والله. يا عم ولو ما وصلناش يعني فيها ايه يعني؟ يعني حليت السؤال غلط مثلا، ايه اللي هيحصل؟ هيذبحوني؟ هيموتوك؟ مش مشكلة، سؤال هنجيبها ان شاء الله هتطلع صح ما تقلقش. ايه باور 2 الايه بكام يا؟ روت 2 باور 2 بلس بي باور 2 اللي هي روت 3 باور 2
ماينس سي باور 2 يعني ماينس 2 باور 2 على 2 في روت 2 في روت 3. هحسب الحسبه دي واشوف هتطلع كام. 2 زائد 3 ناقص 2 على 2 في روت 2 في روت 3 تطلع روت 6 على 4. اصبح معايا كوزاين A وكوزاين B وكوزاين C. ربنا يستر انا رايح اعوض بقى. انا فتحت فراكشن على الاله، فتحت فراكشن كده. هكتب مين في الاول؟ كوزاين A. كوزاين A اللي هو 5 روت 3 على 12 ملتبلاي كوزاين B. كوزاين B اللي هو 3 في روت 2 على 8 all over negative cosine c يعني negative root 6 على 4. انا خايف خايف الانسر ده ما يطلعش في الاختيارات. 3 root 2 على 8 over negative root 6 على 4 كم 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 كم؟ ما طلعش في الاختيارات. يا لهوي، هو انا حاسب حسبه غلط ولا ايه؟ هتضايق قوي والله لو طلعت حاسب حسبه غلط. والله لو حاسب حسبه غلط هيتحرق دمي على الفاضي وهنبتدي نزعق ونشتم. طب اجرب تاني، اجرب حظي. 5 روت 3 على 12 ملتبلاي 3 روت 2 على 8 اوفر نيجاتيف. افضحتك 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 يا كوزاين لو يا اللي طلعت مش شغال. نيجاتيف 5 على 8 ومفيش في الاختيارات نيجاتيف 5 على 8. هتيجي تقول يا باشا خلصانه يعني قشطه، يبقى هم اللي غلط، هم اللي غلط اكيد. هل الاختيارات غلط؟ في نيجاتيف 15 على 8. لا انا عايزها نيجاتيف 5 على 8. اذا هذا الاختيار غير موجود بالخدمه. من فضلك عاود الاتصال في وقت لاحق في السؤال رقم 16. في سؤال 16 احنا ما لقيناش في الاختيارات، باذنك يا رب هتكون غلطه مطبعيه. ان شاء الله تبقى غلطه مطبعيه، ما تبقاش غلطه من عندنا. طب هو حد راجع الارقام دي ورايا؟ راجع انا تاني؟ اراجع حساباتي. كوزاين بي احنا كده كده حطينا البي في الاخر، وفي كوزاين سي حطينا السي في الاخر، وفي كوزاين اي حطينا الاي في الاخر. روت 3 2 روت 2 روت 2 2 روت 3 روت 2 روت 3 2 2 في اول 2 2 في 2 روت 2 2 في اول 2 2 في اول 2 مفيش اي مشكله. اراجع طب الارقام ديت يمكن يكون فيها رقم غلط. اراجع. معلش انا معطلكم شويه بس المفروض الناس ماسكه آلات وبتراجع معايا لغايه لما حد يلاقي ان ام الغلطه فين. طب حد يراجع معايا اول واحده. 2 و4 ماينص 2 على 2 في 2 في روت 3. يا جدعان انا مش لاقي غلطه، انا مش لاقي ولا غلطه يا جدعان، والرقم مش طالع في الاختيارات. 2 في روت 2 في روت 3. هل انا حاسب غلط؟ اضرب دي كده. قفشتها، لقيتها دي 12 دي يا جزمه، دي روت 6 على 12. طبعا في بعض الناس كانت حاسباها من بدري ومستغربه انا حاسبها غلط ليه. عادي انا كنت حاسبها غلط يعني. ماسك الاله في زرار بايظ، مش مشكله اقول اي كلام بقى زي ما بتقول. الاله هي اللي غلط يا مستر مش انا. ملتبلاي اتاكد بس من الحسبه. 3 روت 2 على 8 اوفر نيجاتيف روت 6 على ال 12. ايوه كده نيجاتيف 15 على 8 كده ظبطت معايا. وربنا ما منتج وعايد. قشطه، كان عندي الرقم ده كنت على السكه، كنت كاتب الرقم ده غلط للاله، كنت كاتب الرقم ده غلط للاله مش مشكله. اصل دايما متفقين معايا ان انا لما بتنمر على حد لازم اغلط غلطه، فانا كنت متنمر بدون ذكر اسماء. هذا في نار دنيا، في قلت لك هصيطك في الفيديو ادي يا في، هصيطك الفيديو الجاي بس لما اقفش لك غلطه ان شاء الله. ان ذا اوبوزيت فيجر السي دي بكام؟ بقول لك ايه، المساله دي جامده جدا. ليه ليه ليه؟ اصل الراجل بيقول لك الثلاثه سايدز قد بعض، يعني ده ايكولاترال ترانجل، تبقى الانجل دي بكام؟ 60. ولا تسمع عن الفيرتيكال اوبوزيت انجل؟ خدتها في ابتدائي. ما دام دي ب 60 يبقى دي كمان بكام؟ ب 60. انسى بقى الترانجل ده، انسى اكنه ستوري واتساب لما بتشبطوا على وشوش بعض كده. انسى الترانجل ده، خليك بقى عند الجامد قوي اللي هناك، الترانجل اللي اسمه سي دي اي. هتعمل ايه؟ الراجل طالب السي دي، مش السي دي يا شباب اللي هي الاي سمول؟ حصل اي سمول. فانا هقول اي باور 2 ايكوال 5 باور 2 بلس 8 باور 2 ماينس 2 باي 5 باي 8 باي كوزاين 60. ما هو ده الكوزاين لو، ما هو اللي انا كتبته ده الكوزاين رول. اي باور 2 ايكوال دي باور 2
بلس سي باور 2 ماينس 2 باي الاثنين الحروف اللي انا نسيتهم باي كوزاين الانكلودد انجل. فاكرين لما قلت لو غيرت اسم الترانجل هتعرفوا تتعاملوا ولا لا؟ قلت لي هتعرفوا، فده كان ترانجل اسمه اتغير تماما اي دي سي. هحسب الحسبه دي 5 باور 2 بلس 8 باور 2 ماينس 2 باي 5 باي 8 باي كوزاين 60 وهعمل روت الانسر، مش هنسى روت الانسر، طلع الاي ب 7، طلع الاي 7 سنتيمتر. الله على الجمدان، 7 ماشي. انت اوبوزيت فيجر اي بي سي دي اذا باراليلوجرام زين الاي سي بكام؟ بيقول لك انت قدام عليك باراليلوجرام وعايز يعرف طول الاي سي، هتقول لي سهله ومش مستاهله. سهله ومش مستاهله ازاي؟ تعال اقول لك. انا عايز اجيب لينس الدياجونال اللي اسمه اي سي ومعيش انجلز. اقول لك ابسطها لك، ما هي دي 8 بقى اللي قدامها كام؟ 8. دي 6 بقى اللي قدامها كام؟ 6. معانا شويه سايدز عنب يعني. الانجل دي ب 60 يبقى دي بكام؟ من غير ما افكر ب 120 صح؟ الانجل دي ب 120 ديجري. عرفت منين؟ ما عشان مجموعهم لازم يبقى 180. فين بقى السايد اللي هو عايزه؟ اي سي ده. سايد اي سي ده. ولا انا خلصت السؤال، تقول لي ليه خلصت السؤال؟ انا قدامي ترانجل اسمه اي بي سي. معايا الاي سي ده اللي هو البي سمول، ما اعرفوش، عايز اخش اجيبه، هجيبه دلوقتي. السايد الثمانية ده الاي سمول عشان في وش انجل ايه. السايد الستة ده السي سمول عشان في وش انجل سي، وانجل بي ب 120 هبدا اشوف اللي هو عايزه. هو عايز الاي سي، عايز الاي سي اللي هو البي سمول. فانا هقول بي باور 2 ايكوال اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس 2 باي اي باي سي باي كوزاين بي. يلا يا ريس، بي باور 2 ايكوال اي باور 2 يعني ايه باور 2 بلس سي باور 2 كم 6 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي الاي اللي هو 8 ملتبلاي سي سمول اللي هو 6 ملتبلاي كوزاين بي يعني كوزاين 120. هحسب الحسبه اللطيفه الخفيفه الجميله دي، 8 باور 2 بلس 6 باور 2 ماينس 2 في 8 في 6 في كوزاين 120، تطلع البي باور 2 ب 148. باذنك يا رب مش تنسوا تاخدوا الروت صح؟ روت انسر طلع 2 روت 37. السؤال التاسع عشر. السؤال التاسع عشر بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر الراجل عايز انجل بي. انجل بي يا لهوي على الفرهضه، اللي هو على الفرهده اللي انا هفرهدها دلوقتي. اوعى تقول لي في علاقه بين الانجل ده، قال لك اوبوزيت فيجر ولا قال لك بقى باراليلوجرام ولا قال لك هو شكله معاق اصلا. هروح قافل الاي سي ده، هشتغل مرتين. مين الترانجل اللي معايا جيفنز اكتر فيه في هذه اللحظه؟ الترانجل الفوقاني اللي هو ترانجل اي دي سي. بص هكتب ايه؟ ان ترانجل اي دي سي، ان ترانجل اي دي سي. يلا يلا بينا. انا معايا مين السايدز اللي معايا؟ معايا السايد A ب 4 سنتيمتر اللي في وش انجل A، والسايد C ب 3 سنتيمتر، والسايد D ميسنج. هنروح نجيب السايد D ونيجي. هتقول لي هعمل ايه بقى بالسايد D ده؟ اوريك يا معلم. D باور 2 ايكوال A باور 2 بلس C باور 2، دي المفروض C، ماينس 2AC كوزاين مين الحرف اللي بره؟ D، يبقى مين الحرف اللي جوه؟ D. دي باور 2 ايكوال A باور 2، بص وقول لي الA بكام؟ ب 4، 4 باور 2 بلس سي باور 2، السي بكام؟ ب 3، 3 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي سي اللي هو 2 في 4 في 3 في كوزاين دي. الانجل دي بكام؟ ب 120 في كوزاين 120. مستر ما تنساش بعد اذنك بعد ما تخلص حسبتك على الاله تعمل روت للانسر اللي هيطلع لك، اصل الانسر اللي هيطلع لك 37. بعد اذنك اعمل له روت، روت 37 عادي يعني ما فرقتش كتير. طلعت دي بروت 37. اوعى هو مش عايز الدي ده، عايز كوزاين بي. بس انا حاليا مشكور بقيت معايا السايد اللي اسمه دي ده بروت 37. انزل بقى للترانجل اللي تحت. ليه؟ بقى معايا 5 6 روت 37، بقى معايا 3 سايدز. اقدر احسب كوزاين بي؟ ان ترانجل اي بي سي. اسم ترانجل اي بي سي ترانجل حلو قوي. هتقول لي طب هو السايد ده هيبقى اسمه دي ولا هيبقى اسمه بي دلوقتي؟ ما هو السايد ده اللي هو اللي في النص بالنسبه للترانجل اللي فوق اسمه دي، وبالنسبه للترانجل اللي تحت اسمه بي. سبحان الله، والله العظيم سبحان الله، البني ادم ساعات بيلاقي حاجات غريبه في حياته. ولا مش هنهزر، يلا عايزين نجيب كوزاين بي. هتقول لي سهله،
كوزاين بي ايكوال اي باور 2 يعني 6 باور 2 انا في المثلث اللي تحت يا شباب بلس سي باور 2 يعني 5 باور 2 ماينس بي باور 2 يعني روت 37 باور 2 على النين في اول النين 2 في 6 في 5 يلا نحسب كده يا رب يطلع رقم حلو بقى وما امسكش الاله غلط بقى وركز ركز يا مستر ركز يا مستر ان شاء الله لما تركز مش هتغلط ان شاء الله مش هغلط طلع 2 على 5 الحمد لله طلع 2 بار 5 ستر ربك كرم واسع ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سي دي از ا كوادريلاترال كوادريلاترال ما قالش سبيشال كيس ما قالش سايكليك كواد ولا قال اي حاجه من الحاجات دي لا هو قال كوادريلاترال ان ويتش الاي بي ب 8 سنتيمتر والبي سي ب 6 سنتيمتر ولا ما وحشكش الرايت انجل ترانجل يا اخيرا رايت انجل ترانجل اخيرا ترانجل اقدر اسبق فيه بايثاغورس يعني اعمل روت 8 باور 2 بلس 6 باور 2 وتطلع 10 وحشني بايثاغورس والله كان سهل قوي روت ده باور 2 بلس ده باور 2 طلعت دي بكام 10 سنتي اصبح معايا السايد ده هو بالنسبه الى الترانجل اللي فوق ده اللي هو اسمه ADC معايا جيفنز كفايه ده انا معايا 2 سايدز وانكلودد انجل انا ممكن اتعامل واجيب السايد الثالث طيب هو عايز ايه عايز اريا بتاعه السيركم سيركل بتاعه الترانجل انهي ترانجل فيهم وربنا ما عارف هو عايز اريا السيركم سيركل بتاعه الترانجل اصل معايا 2 ترانجلز معايا ترانجل اللي اسمه ACD ومعايا الترانجل اللي تحت اللي هو اسمه ABC بس هو اكيد مش هيديني الترانجل اللي فوق دوت من غير ما يكون ليه لازمه صح اصل انت عارف هو لو عايز اريا او عايز ريديوس السيركم سيركل اللي تحت انت هتعمل ايه باعتبار ان انت ما معكش غير باعتبار ركز بقى في ده لو انا كنت هشتغل في الترانجل اي بي سي في الترانجل اي بي سي مش انا ممكن اقول 10 على ساين 90 ايكوال تو ار ده على ساين 90 ايكوال تو ار تعال نجربها 10 على ساين 90 10 اوفر ساين 90 لو انت عملت كده على الآلة هتطلع لك 10 تقسمها على الاثنين يبقى الار بخمسة كانت طلعت الار ايكوال 5 ولو الار ايكوال 5 الاريا باي ار سكوير باي في 5 سكوير يعني باي في 25 كانت تبقى الاجابة 25 باي بس انا هعتبر دلوقتي ان هو غالبا عايز اريا بتاعة السيركم سيركل بتاعة الترانجل اللي فوق اللي هو اي دي سي فالسؤال يبقى فيه اكشن بقى وحركات واكمل فبص انا هعمل ايه؟ هقول ان ترانجل اي دي سي على فكره هو لو طلع قصده ان هو عايز اريا السيركم سيركل بتاعه الترانجل اللي تحت هبقى مخلص 25 باي وهيتحرق دم لانها ضيع وقت فوق بس قشطه مش هنضيع وقت على الفاضي يعني احنا بقى بنتعلم حاجه السايد اللي في وش انجل ايه اسمه ايه السايد اللي في وش انجل سي اسمه سي والسايد اللي في وش انجل دي اسمه دي وانا معايا انجل سي بكام ب 60 ولا انا شغال في انهي ترانجل ان ترانجل اسد اي دي سي هبدا اول حاجه عايز احسب السايد سي سايد سي سمول عشان يبقى معايا كل السايدات والدنيا ترتاح معايا هعمل الروت المره دي من الاول اهو سي باور 2 ايكوال اي باور 2 يعني 5 باور 2 بلس بي باور 2 او دي باور 2 يعني اللي هي 10 باور 2 ماينس 2 باي 5 باي 10 باي كوزاين الانجل اللي هي كوزاين 60 تفتكر هترزق يا رب ترزق معانا روت 5 باور 2 بلس 10 باور 2 ماينس 2 باي 5 باي 10 باي كوزاين 60 طلعت 5 روت 3 طلعت السي 5 روت 3 سنتيمتر اوعى عينك تنزل تحت احنا لسه في الترانجل اللي فوق انا لسه في الترانجل اللي فوق فاصبح معايا السايد سي بكام 5 روت 3 طب مش انت عارف ان سي على ساين سي ايكوال 2 ار سي اوفر ساين سي ايكوال 2 ار بقول لك ايه انت لو عايز تحسبها على طول الار نزل التوب الديفايدد سي على 2 ساين سي وانجز وقتك من غير ما بعد عشان مش بعد ما تطلع الانسر لسه هتعمل ديفايدد 2 انا نزلت التوب الديفايدد عشان انجز حالي السي اللي انا لسه حاسبها بكام 5 روت 3 5 كدب بقى روت 3 انا عايز اكتب الروت 3 قبل ال 5 انا مش عارف بعمل ايه اوفر 2 باي ساين سي يعني 2 باي ساين 60 2 باي ساين 6 طلع معايا الريديوس ب 5 سبحانه الريديوس طلع ب 5 سنتي للاسف ضيعت وقت على الفاضي الريديوس ب 5 سنتي نفس الريديوس اللي كنت مطلعه من الاول يبقى الاريا باي ار سكوير باي ملتبلاي 5 سكوير اللي هي كام 25 باي يعني اريا السيركم سيركل اللي فوق ب 25 باي والسيركم سيركل اللي تحت ب 25 باي سبحان الله طلع مثلثين السيركم سيركل بتوعهم ليهم نفس الريديوس
لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. طب ماشي، طب ماشي، الراجل عايز فاليو الاكس، والراجل مديك انجل ايه، وباقي الصيدات لعبها خرصه، قال لك اكس واكس بلس 1 واكس بلس 6 وشغلانه كده ضاله، شغلانه حمضانه والله. تيجي تقول له مستر ولا اي شغلانه حمضانه، انت معاك انجل ايه، ابدا بيها واكتب قانون كوزاين ايه وهترزق. اقول لك جدع يو، انا هبدا اكتب قانون كوزاين الايه اللي هو كوزاين 120 ايكوال كوزاين ايه، ابدا بمين، بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 اوفر 2 بي سي. يلا نعوض كوزين 120 بنيجاتيف اوف ايكوال، ابدا معايا كده البي اللي هي اكس سنتيمتر، اكس بار 2 بلس السي اللي هي اكس بلس 1، اكس بلس 1 بار 2 ماينس الاي اللي هي اكس بلس 6، اكس بلس 6 بار 2 اوفر 2 في اول 2، 2 في اول سايدين انا قلتهم اللي هم البي والسي، سايد بي بكام؟ باكس ملتبلاي سايد سي بكام؟ سايد سي بكام؟ باكس بلس 1. عايز اسهل حاجه في الامتحان، تجرب الاختيارات دي كل شويه، تشيل الاكس وتحط رقم من دول لغايه لما تطلع الاجابه معاك نيجاتيف هاف. يعني ايه؟ يعني شيل الاكس كده وحط 7، 7 باور 2 بلس افتح براكت 7 بلس 1 سكوير ماينس افتح براكت 7 بلس 6 اقفل براكت سكوير اوفر 2 في 7 افتح براكت 7 بلس 1 وهكذا. اللي مشغل الفيديو باي 2 دلوقتي كان عنده قصه غريبه انا قلتها. طب افرض يا مستر الانسر ما طلعش نيجاتيف هاف، جرب الثمانيه، تقول لي يا لهوي انا اقعد اجربهم اختيار اختيار لغايه لما الفاليو ده كله يطلع نيجاتيف هاف. اقول لك حلو، مش عايز تعمل كده؟ تعالى معايا هنحل يا باشا المساله دي مانيوال لغايه لما يبان لنا صاحب. ادي النيجاتيف هاف ملهاش دعوه بالقصه اللي هتدور دلوقتي جوه. انا هحل المساله دي اشرب ميه او اخد بريك او اعمل اي حاجه، لان انا هفضل افك براكتات كتير قوي. انا معايا اكس بار 2 بلس ده براكت بار 2 يتفك ازاي؟ فيرست بار 2 سكند بار 2 اللي هو 1 فيرست باي سكند باي 2 2 باي اكس يبقى ماينس 2 اكس. ليه دي ماينس دي بلس يا مستر؟ ما توديناش في داهيه، روح في داهيه، هي بلس فعلا ماينس. شفت انا بعد الماينس اوتوماتيك ايدي عملت ايه؟ على فكره انا قلت ماينس لقيت ايدي فتحت براكت. بعد النيجاتيف دايما براكت يتفتح، عشان احنا دلوقتي هنفك البراكت الثاني ده اكس بار 2 وسكند بار 2 هتبقى 36 وفيرست باي سكند باي 2 ب 12 اكس. الحمد لله. طب وتحت بقى معانا ايه؟ معايا 2 اكس. ايه رايكم لو شطبت ال 2 دي مع ال 2 دي؟ احلى، اخلص منها. ال 2 عامله ملتي بلاي وال 2 اللي هناك شبهها فوديهم. خلاص ال 2 دي انا شطبتها. انا دلوقتي بقى معايا مين؟ اكس بس، اكس في اكس، اكس بار 2 اكس في 1 باكس. يلا نعمل كروس ملتبليكيشن. كروس ملتبليكيشن هضرب نيجاتيف 1 في اللي تحت ده كله. نيجاتيف 1 باي اكس سكوير نيجاتيف اكس سكوير، نيجاتيف 1 باي اكس نيجاتيف اكس ايكوال. هضرب ده كله في 1 يعني هنزله زي ما هو. اكس باور 2 بلس اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 1. شايف النيجاتيف ده؟ هيتصوح على البراكت كله، هدخل النيجاتيف على البراكت تما، فهتبقى نيجاتيف اكس باور 2 نيجاتيف 12 اكس نيجاتيف 36. يا لهوي على اللي حصل، ايه بقى اللي حصل؟ تعالى كده، انا معايا هنا اكس باور 2 بالبوستيف ومعايا اكس باور 2 بالنيجاتيف، راحوا مع بعض. جميل جميل جميل. طب بقول لك ايه، انا هبدا دلوقتي انزل ده زي ما هو، نيجاتيف اكس باور 2 ماينس اكس ايكوال. الناحيه دي مين بدايتي؟ اكس باور 2. مش كنت عوضته في الاختراق؟ كان اسال لكم كمل بس معايا. انا معايا هنا بلس 2 اكس ماينس 12 اكس، بلس 2 ماينس 12 يعني ماينس 10. في حاجه ناقصه؟ الاكس بار 2 دي اتعملت، ده اتعمل. في بص 1 كان هيتنسي كنا نروح في داهيه. بلس 1 ماينس 36، اعمل على الاله بوست في 1 ماينس 36 هتطلع نيجاتيف 35. طب ماشي على الرايق، هتعمل ايه بعد كده؟ دول هدخلهم جوه. دي اكس بار 2 هيجي لها اكس بار 2 كمان بنفس الاشاره اللي هي بلس، يبقوا 2 اكس بار 2. تقول لي يا مستر بس دي نيجاتيف، ياض ما هي عدت الاشاره بقت بوستيف. طب النيجاتيف اكس ديت هتخش جوه بس تبقى بوستيف اكس، نيجاتيف اكس تخش جوه تبقى بوستيف اكس، تتجمع على نيجاتيف 10 اكس ادي نيجاتيف 9 اكس. ومين اللي قاعد زي الملك؟ نيجاتيف 35. كل ده ايكوال كام؟ زيرو. قالتك بقى يا معلم مود ايكويشن 3 2 نيجاتيف 9 نيجاتيف 35، طلع معايا الاكس ب 7 والاكس بنيجاتيف 5 على الاثنين 7 اكسبتد.
يعني انت لو كنت جربت كنت هتلاقي الاختيار من الاول، كنت تشيل الاكس وتحط 7 تكتب الاكسبريشن ده كان هيطلع معاك نيجاتيف هاف. بس طبعا لازم تبقى عارف شويه المهارات اللي بتحصل هناك ديت ومين بيروح ومين بيجي. دخلنا على الاي سي. السؤال الاول بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي find the measure of the angle of the triangle ABC in which the A equals 7.6 سنتيمتر، ال B equals 5.8 وال C equals 3.4. اقدر فرهده يلا، بيقول لك find the measure of the angles. ده رخم قوي. اكتب القانون وننجز. كوزاين A equal B باور 2 بلس C باور 2 ماينس A باور 2 على 2 في البي في السي. يلا نعوض. B باور 2 هي البي بكام؟ 5.8 باور 2 بلس C باور 2، السي بكام؟ 3.4 باور 2 ماينس A باور 2 اللي هي بكام بقى؟ 7.6 باور 2 على 2 ملتبلاي بي في سي. بي في سي البي بكام؟ 5.8 ملتبلاي السي بكام؟ 3.4. همسك التي واحسب الحسبه دي يا مسهل الحال يا رب. 5.8 بار 2 3.4 بار 2 7.6 بار 2 على 2 في 5.8 في 3.4. طلعت الحسبه دي نيجاتيف 157 على 493. هتقول لي بس دي مش انجل ايه؟ طبعا دي مش انجل ايه، انا لسه هعمل شيفت كوزاين انسر. شيفت كوزاين انسر، طلعت الاجابه معايا يا معلم 108 ديجري 34. هتقول يا مستر الانجل دي كبيره قوي، اقول لك اتاكد بس كده انجل سايد ايه، اكبر سايد ولا لا؟ فعلا فطلعت انجل ايه انجل كبيره، منطقي لوجيك لوجيك والله. طب تعالى نجيب انجل بي. يلا نجيب انجل بي. هنبدا ونقول كوزاين بي ايكوال، اكتب الرول الاول اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس بي باور 2 على 2 في اف سي. صح؟ صح كلامي؟ صح كلامي. ايه باور 2؟ الاي بكام؟ 7.6 باور 2 بلس بي سوري سي باور 2، السي بكام؟ 3.4 باور 2. مين بقى اللي هتحط بالماينس المره دي؟ البي، البي اللي هي 5.8 باور 2 على 2 في اف سي، الاي بكام؟ 7.6 ملتبلاي السي بكام؟ 3.4. يلا يا ريس نحسب الحسبه دي. 7.6 سكوير بلس 3.4 سكوير ماينس 5.8 سكوير على 2 باي 7.6 باي 3.4. طلعت الحسبه دي 223 اوفر 323. انا كده جبت انجل بي بعد ما هعمل شيفت كوزاين. شيفت كوزاين انسر، طلعت معايا الاجابه 46 ديجري و 20 مينت. هتقول لي هعمل كده بقى عشان اجيب انجل سي؟ لا بقى ناكل عيش بقى، ناكل عيش بقى بسرعه والنبي. انجل سي ايكوال 180 ماينس اي بلس بي. 180 ماينس الاثنين انجلز اللي جايبهم، هعمل 180 ماينس افتح براكت انجل اي بكام؟ 108 ديجري، ديجري هدوس زرار الكوما 34 اللي هو زرار الكوما برضه بلس انجل بي اللي هي كام؟ وانا مش عارف الرقم ده كام بصراحه، بس غالبا هو كان انصر على الاله يعني لو انا ماسك الاله صح، عشان انا ساعات كده راحت مني تقريبا 25 ديجري 5 مينت. على الرايق والله على الرايق. بيقول لك اي بي سي از تراينجل ان ويتش الاي بكذا والبي بكذا والسي بكذا. قال لك الاي ب 13 البي ب 14 السي ب 15 اول اوف ذيم از سايدز. الراجل ادانا 3 سايدز، 3 سايدز يبقى حضرتك هتستخدم كوزاين رول. قال لي فايند انجل بي، اقول له سهله ومش مستاهله. كوزاين بي ايكوال، ابدا معايا a باور 2 بلس c باور 2 ماينس b باور 2، بيتكتبت تبقى الوحده اللي ماينس اوفر 2ac. هعوض على الاله a باور 2 الاي بكام؟ 13 فهقول 13 باور 2 بلس c باور 2 15 باور 2 ماينس b باور 2 14 باور 2 اوفر 2 باي a اللي هو 13 باي c اللي هو 15. يا جدعان الحسبه دي طلعت معايا على الكالكليتور بتاعتي 33 اوفر 65. لسه هعمل شيفت كوزاين عشان اجيب انجل بي. شيفت كوزاين انسر، طلعت معايا الانسر 59 ديجري 29 مينت. زعلان مني؟ ربنا ما يجيب زعل ما بيننا ابدا.
then find the area of the triangle ABC. قول لي اقفش بس انا عارف قانون area triangle. Area a triangle half multiply A multiply C multiply sin B. مستر اشمعنى اخترت القانون ده بالذات؟ ليه ما قلتش A في B في sin C مثلا؟ او ليه ما قلتش A في او ليه ما قلتش B في C في sin A؟ ما هي الانجل الوحيده اللي معايا هي انجل B، معيش اي انجل غير انجل B. فانا هقول half multiply A الاسمول اللي هي كام؟ 13 multiply C small السمول اللي هي كام؟ 15 multiply sin B اللي هي sin 59 degree 29 minute. تكتبها على الآلة وهتطلع. معايا قانون تاني للاريا من اولى ثانوي لو معايا التلات صيدات، ايه ده بجد؟ تعالى اوريهولك. روت اس جنبها كام براكت؟ تلاتة براكت. اس ماينس اي، اس ماينس بي، اس ماينس سي. ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ايه يا مستر الكلام ده؟ اقعد اخدناه في اولى ثانوي. الاي والبي والسي حضرتك مش محتاج ان انا اقولهم لك، دول الثري سايدز. انت ليك في ذمتي اقول لك حاجه واحده بس، الاس. مين الاس دي؟ هاف البريمتر. هتقول له مستر ثانيه واحده، يعني هو القانون ده اثر معانا في حاجه؟ لا ما اثرش، بس لازم ابقى عارف الاثنين، لازم ابقى عارف ان لو معايا الثلاثة سايدز دول في قانون يمكن يكون اسهل بالنسبه لك. ولا اجمع الثلاثة سايدز دول كده؟ مجموع الثلاثة سايدز هو البريمتر. اقول لك حاجه، البريمتر ايكوال 13 بلس 14 بلس 15. 13 بلس 14 بلس 15 طلع البريمتر ب 42. يبقى الاس بكام؟ نص البريمتر. هاف ال 42 يعني من الاخر 42 اوفر 2 تطلع 21. معايا الاس ب 21؟ تعالى اوريك انا احسب الاريا ازاي هنا. روت الاس بكام؟ ب 21. هفتح ثلاث براكتات. 21 ماينس 21 ماينس 21 ماينس، ما هي اس ماينس اس ماينس اس ماينس. الاي والبي والسي اللي هم التلات صيادات اللي هم كام وكام؟ 13 و14 و15. هيطلع لي اريا نفس الاريا اللي طلعت فوق. استخدم ده ولا ده يا مستر؟ اللي يا ابني انت عبيط، ما الاثنين هيطلعوا لك نفس الاريا، انا بحب ده اكتر. اللي هو بتاع اس اللي هي هاف البريمتر جنبها ثلاث براكتات، كل براكت فيه اس ماينس اس ماينس اس ماينس، مره الاي مره البي مره السي. على بركة الله السؤال الثالث بيقول A B C is a triangle in which angle C equal كذا. ال A equal 7 سنتيمتر، ال B equal 9 سنتيمتر. find أول حاجة ال C. والله الراجل محترم قوي سايب لي مكان لل C. أنا هعمل الروت على طول ماشي؟ اللي أنت بتعمله في الآخر. ال C هي روت A باور 2 يعني 7 باور 2 بلس B باور 2 اللي هي 9 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي A ملتبلاي B يعني 7 ملتبلاي 9 multiply cosine اللي مكتوب بره يعني cosine C يعني cosine 96 degree 23 minute. اشوف الحوار ده بكام. root 7 bar 2 plus 9 bar 2 minus 2 by 7 by 9 by cosine 96 degree 23 minutes. طلعت يا باشا معايا 12.000. اكيد مش هكتب الكلام ده كله، هي 12 سنتي واتعشت 12 سنتيمتر. دي السي بقى معايا الثلاث صيدات افرح ياه. الراجل عايز تاني حاجه زي اريا اوف ذا ترانجل اي بي سي. انا هعمل نفس القانون الاريا اللي جبته فوق، هي جايه معاها بقى بكده. اريا ترانجل ايكوال روت اس في اس ماينس اي في اس ماينس بي في اس ماينس سي. طول ما معايا الثلاث صيدات القانون ده اسرع لي. طب هما مين الثري سايدز؟ الاي والبي والسي. السايد اي ب 7 والبي ب 9 والسي ب 12. احسب لي بريمتر اتبسط بيك. 7 بلس 9 بلس 12 طلع 28. الاس هي كام؟ هاف البريمتر 28 على 2 14. الاس معايا ب 14، انا جري اعوض، هجري اعوض روت 14 اللي هي الاس جنبها كام براكت؟ 3 براكتات. 14 ماينس ماينس ماينس. الاي بكام؟ ب 7. البي بكام؟ ب 9. السي بكام؟ بال 12. هعمل روت 14 ملتبلاي هفتح براكت 14 ماينس 7 ملتبلاي هفتح براكت 14 ماينس 9 ملتبلاي هفتح براكت 14 ماينس 12 هقفل البراكت. طلعت 14 روت 5. الله على الرقم الجميل 14 روت 5. على فكره اللي عمل هاف سايد سايد ساين انجل طلع له نفس الرقم اللي هو بالديسيمال 31.3 نيرلي كده 31.3 سنتيمتر سكوير. ادي الاريا.
ما بطلش حرق معايا وطلب ذا لينس اوف ذا ريديوس اوف ذا سيركم سيركل. هتقول لي بس احنا كده في الساين لو انا عارفه ده اللي هو ايه على ساين ايه ايكوال بي على ساين بي ايكوال سي على ساين سي ايكوال 2 ار. طب انا هكتب مين؟ سي على ساين سي ايكوال 2 ار. تيجي ننزل التوب ديفايدد ونخلص عشان نخلص بس نمسك القلم مره واحده. هنزل التوب ديفايدد هنا يعني الار لوحده هيساوي سي على 2 ساين سي. ولا سي سمول معايا ولا مش معايا؟ معايا ب 12 على 2 في ساين سي. انجل سي معايا ولا مش معايا؟ انجل سي معايا بس انا مش عايز اكتبها فهعمل لك سهم طويل كده. همسك الكالكليتر 12 اوفر 2 ملتبلاي ساين سي يعني ساين 96 ديجري 23 مينت. هقفل البراكت طلعت 6.03 طلع السي ايكوال 6 سنتيمتر تقريبا. الريديوس نيرلي قال لك ذا نيرست سنتي يبقى 6 سنتي. الرايق. السؤال الرابع. أربعة بيقول لي the perimeter of triangle ABC is 52 سنتيمتر. عم عرفك perimeter triangle ABC كام؟ 52 سنتي. وقال لك الاب كذا والبي بكذا. كده انت جبت السي من غير ما تفكر. ما انت عارف ان البريمتر هو A بلس B بلس C. طب البريمتر بكام؟ 52. الاب كام؟ 13. البي بكام؟ 17. عطلان على مين؟ على السي. هحسب السي حالا. هودي الاثنين دول بعكس الاشاره. 52 ماينس 13 ماينس 17. طلعت السي ب 22 سنتيمتر. عم الدنيا وعم العالم وعم الكوكب. الرقم الاقرب الى قلبي 22 سنتيمتر. Find the measure of the greatest angle in the triangle. مين اكبر انجل؟ انا معايا 13 17 22. 22 تكسب محدش يكسبها. greatest angle هي انجل سي. هكتب كده كوزاين سي ايكوال اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2 على 2 اي بي. يلا الاي بكام؟ الاي ب 13 يبقى 13 باور 2 بلس بي باور 2 يعني 17 باور 2 ماينس سي باور 2 يعني 22 باور 2 على 2 في اف بي. ال اللي هي بكام؟ 13. ال بي اللي هي بكام؟ 17. احسب 13 باور 2 بلس 17 باور 2 ماينس 22 باور 2 على 2 في 13 في 17. ما تنساش تعمل شيفت كوزاين انصر في الاخر يا مستر. هي طلعت لي نيجاتيف 1 على 17. هعمل شيفت كوزاين انصر هجيب انجل سي. عملت شيفت كوزاين انسر طلعت لي الانجل 93 ديجري 22 مينت وشويه ثواني ملهاش عازه. ماشي اوكي. ادي الانجل الجريتست في الترانجل. وبعد كده قال لي فايند ذا اريا اوف ذا ترانجل. اللعبه بقت معروفه. الاريا هجيبها ازاي؟ انا معايا الاي ب 13 والبي ب 17 والسي ب 22. عايز تعمل هاف اي باي بي باي ساين سي بما ان انجل سي معاك. ماشي. عايز تعمل القانون بتاع اللي هو بريمتر وتقسم البريمتر على الاثنين تجيب الاس اس في ثلاث براكتات. ماشي. والاثنين هيطلعوا نفس الانسر. انا هكتب لك القانونين واسيبك هاف باي اي باي بي باي ساين سي. ولا ادي هاف الاس مول معاك ب 13 البي سمول معاك ب 17 في ساين انجل سي. انجل سي معاك اهي 93 ديجري 22 مينت. على بركة الله مكملين السؤال 5. بيقول قال لك اي بي سي از ترانجل ان ويتش. دي اكيد ايه وش دي ايه؟ الاي ب 4 سم والبي ب 5 سم وكوزاين السي بنيجاتيف هاف. فايند سي والبتاع والاريا. هتيجي تقول لي خلاص اللعبه دي اتعرفت. سي باور 2 ايكوال اي باور 2 يعني 4 باور 2 بلس بي باور 2 يعني 5 باور 2 ماينس 2 في a باي b في 4 باي 5 في كوزاين c اللي هو اصلا نيجاتيف هاف. في عيال متخلفه عملت كوزاين نيجاتيف هاف. يا عيال يا جهله. الكوزاين c نفسه بنيجاتيف هاف بتعمل كوزاين للكوزاين. يا عم بلاش قرف بقى. القانون بيقول لي a باور 2 بلس b باور 2 ماينس 2 ab كوزاين c. الكوزاين c كلها على بعض بنيجاتيف هاف. في حاجه اسمها كوزاين نيجاتيف هاف؟ قرف ده. 4 باور 2 بلس 5 باور 2 ماينس 2 باي 4 باي 5 باي نيجاتيف هاف. مش هنعمل كوزاين يعني.
طلعت 6 ورقه من المساطير. بقول لك ايه، معلش سوري، دونت فورجيت انك تعمل روت. مش هفورجيت، حاضر يا اخويا. عملت روت وطلع السايد سي بروت 61 اللي هو نيرلي 7.8 سنتيمتر. عايزين اريا ترانجل. بعدين بقى في الدوشه اللي بتحصل دي، في دوشه بتحصل فوق يا جدعان، في قاعه شغاله فوقي وانا بصور، ده هرج ومرج وقله ادب وكراسي بتتحدف وانا مش مركز. لا ركز يا مستر كده، ركز. 5 رزمنه، عايزين نجيب انجل سي عشان نتعامل. تعال نروح نجيب انجل سي ونيجي صح. تعالى انا هعمل شيفت كوزاين، شيفت كوزاين للنيجاتيف هاف. طلعت انجل سي ب 120، انجل سي ب 120 ديجري. ليه كنت محتاج انجل سي؟ ابدا والله، الراجل قال لك عايزين اريا الترانجل، واريا الترانجل هاف باي اي اللي هو بكام؟ 4، باي بي اللي هي بكام؟ 5، باي ساين سي اللي هي ساين 120. بسم الله بحرصك وساينك، تبقى تكتب دي للكالكليتر وتطلع لي انسر وتقول انا جبت الاريا. شطور 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 شطور. ماشي، احنا فين دلوقتي؟ احنا في سؤال رقم 6، والسؤال السادس بيقول، بيقول لك اي بي سي از ا ترانجل ان ويتش ثيرد ساين اي ايكوال 1 اوفر 4 ساين بي ايكوال 1 اوفر 5 ساين سي. ولا طلع لي الاي والبي والسي من غير ما تفكر. A equal B equal C equal. المستر قال لي في الحصة إن الـ A equal 3M وإن الـ B equal 4M وإن الـ C equal 5M. Find major angle C and if the perimeter equal كذا find its area. حوار بقى. الراجل جاب سيرة الـ perimeter بـ 24 سنتي. خلي بالك هنحتاج الإمات دي كمان شوية. بس الاول تعالى نجيب انجل سي وننجز الحوار. انت هتقول لي المستر قال لي كوزاين سي ايكوال، فاكر لما قلت لك في الكوزاين رول الام ملهاش لازمه؟ في الكوزاين رول الام هتطير، فاكر المعلومه دي؟ تعالى نطير الام من الاول. كوزاين سي يعني ايه باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2، صح؟ نبدا كده. ايه باور 2 يعني 3 باور 2 بلس بي باور 2 يعني 4 باور 2 ماينس سي باور 2 يعني 5 باور 2 على 2 في 3 في 4. اصحى للكلام، همسك التي واعمل كده. 3 باور 2 بلس 4 باور 2 ماينس 5 باور 2 على 2 في 3 في 4. طلعت معايا 0. الرقم ده طلع 0. اعمل كده شيفت كوزاين 0. شيفت كوزاين 0 طلعت الانجل ب 90 ديجري. عرق قوي. انجل سي جت 90 درجه. حلو قوي قوي قوي. انجل سي ب 90 ديجري. الراجل قال لي معلومه ثانيه. قال لي تيك كير ان البريمتر هو 24. انا خلصت كوزاين رول صح؟ خلصت كوزاين رول. ترجع الام لاهميتها، الام بتطير بس في الكوزاين، انما لو بتجيب بريمتر او اريا او سيركم سيركل او الكلام ده كله، يوم ما اقول لك البريمتر ايه هتقول لي ايه بلس بي بلس سي. الاي بكام؟ اوعى تنفض للام دلوقتي، 3 ام. والبي بكام؟ 4 ام. والسي بكام؟ 5 ام. يبقى امتى بنفض بس للام؟ في حاله القانون بتاع الكوزاين. طب هو البريمتر بكام؟ ب 24. ولا السؤال خلص. 3 و4 بكام؟ 7. 7 و5 بكام؟ 12. يبقى ال 24 ايكوال 12 ام ديفايدد اللي جنب الفاريبل ديفايدد 12. 24 على 12 بكام؟ ب 2. الف مبروك، انا معايا الام ب 2. يبقى انا دلوقتي اصبح معايا الاي والبي والسي بالظبط. ازاي؟ تعالى اقول لك. مش انا عارف ان الاي 3 ام؟ يعني 3 في 2 ب 6. وعارف ان البي ب 4 ام يعني 4 في 2 ب 8. وعارف ان السي ب 5 ام يعني 5 في 2 ب 10. اصبح الترانجل 6 8 10. معاك الثلاثه سايدز، عيش باي قانون اريا. هتقول لي عيش باني قانون اريا؟ يا عم اعمل هاف سايد سايد ساين انجل. هاف سايد اي بي ساين سي مثلا، انت معاك انجل سي. انا قلت ساين سي، يبقى هقول الاي والبي. الاي بكام والبي بكام؟ الاي ب 6 والبي ب 8. هتحسب الحسبه دي هتطلع معاك نص ال 6 3 3 في 8 24. 24 ان شاء الله يعني. السابع بيقول A B C D is a parallelogram. على الهادي هنرسم parallelogram اسمه A B C D. جاي معايا ان انا الون البارليلوجرام دوت واروق عليه. A B C
دي in which ال AC بـ60 سنتي. ادي الدياجونال AC طوله كام؟ طوله 60 سنتي، 60 سنتيمتر ماشي. والبي دي بـ20 سنتي. الرسمة بتاعتي مش تبقى منطقية، هقول لك ليه دلوقتي. ايه اللي مش منطقي في الرسمة؟ مين الدياجونال الأكبر؟ المفروض الـ AC هو الدياجونال الأكبر لأنه قدام أنجل أوبتيوس. يبقى المفروض إن أنا أراعي شوية عشان بس الرسمة يبقى منظرها حلو. أنت بتبقى عامل كده في الامتحان، بس تركز قبل ما ترسمه عشان ما تمسحوش. تركز مين الدياجونال الأكبر اللي هو قال عليه؟ هو إداك الاتنين دياجونال، قال لك في دياجونال منهم، أو كمان مديك أنجل AMB، سيبك منها دلوقتي. هو قال لك إن الدياجونال BD بـ20 سنتي. الدياجونال الأكبر بـ20 سنتي، يبقى الدياجونال الأكبر اكتبه كده، اقول ده البي دي، ده الدياجونال الكبير اللي قدام الانجل الكبيره. وبعدين اكمل بقى تسميه عادي اي بي سي دي. هتفرق يعني؟ مش تفرق قوي، بس عشان الشكل يبقى منطقي شويه. فالبي دي ده ب 20 سنتيمتر، بينما الاي سي اللي هو الدياجونال الثاني ده، الدياجونال الثاني بكام؟ ب 16. اي سي كله ب 16. وقال لي ميجر انجل اي ام بي حيث ان ام هي البوينت اوف انترسكشن اوف اتس دياجونالز. قال لي ميجر انجل اي ام بي اللي هي الانجل دي كده بكام يا ريسي؟ ب 50 ديجري. الانجل دي ب 50 ديجري. طب بقول لك ايه؟ انا دلوقتي لازم اتعامل مع تراينجل واحد بس. الراجل عايز لينس الاي بي وعايز لينس الاي دي وعايز حراك كده. تعال ناخد التراينجل ده نتعامل معاه بره. تراينجل اي ام بي، نخلع التراينجل من مكانه ونشوف الكلام على ايه. الترانجل اي ام بي ولا انجل ام بكام؟ 50. على فكره، على فكره الدياجونالز بايسكت اتش اذر. يعني ايه الدياجونالز بايسكت اتش اذر؟ يعني الدي بي ده ب 20، كل ده ب 20، يبقى ده لوحده كام؟ اجابه نموذجيه. البي ام لوحده 10. طيب 10 سنتي. الدياجونال الثاني اللي هو الاي سي كله بكام؟ كله الاي سي ب 16، يبقى ده لوحده بكام؟ نص ال 16 اللي هي 8، يبقى الاي ام ب 8. روقت لك تماما على المساله. الاي سمول ب 10 والبي سمول ب 8، هدفك حساب الام سمول. يلا نحسب الام سمول. هتقول لي مبدئيا الام سمول ايكوال، هي ام باور 2 بس احنا هنعمل روت عشان نمشيها. ايه باور 2 اللي هو 10 باور 2 بلس بي باور 2 اللي هو 8 باور 2 ماينس 2 باي 10 باي 8 باي كوزاين 50. احسب الحسبه دي واشوف الكلام على ايه. روت 10 باور 2 بلس 8 باور 2 ماينس 2 باي 10 باي 8 باي كوزاين 50. طلعت يا معلم الحسبه بتاعتي 7.82 سنتيمتر. مين ده؟ ده الام سمول. الام سمول ده اللي هو اني سايد اي بي. الف مبروك، انا جبت السايد اي بي، الحمد لله ربك كرم واسع. السايد اي بي بكام محسوب هناك؟ هو معايا الكالكليتر 7.82 سنتيمتر. اوكي، عايز حاجه تانية. هو عايز الاي دي. هتقول لي كده احنا لازم نشتغل في تراينجل تاني. هترزق ما تقلقش. بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، هي لو الانجل دي 50، لا بشاور لك عليها. الانجل دي دي بكام؟ اه صح يا باشا، دي الباقي بتاعها، الباقي بتاع ال 180. 180 ماينس 50، 180 ماينس 50 بكام؟ 80 ماينس 50 بكام يا واد؟ ما تردوا، ما تر اسف اسف، ده ماجنيفاير 0 ماينس 0 8 3 دي 130. هتقول لي دي 130 ديجري. تعالى يا معلم بص الترانجل اللي تحت ده خلعته هو كمان. الانجل دي 130 ديجري. ان ترانجل ام بي سي، معلش نعيدها تاني، هي البي ام دي كانت بكام؟ البي ام دي هناك هي موجوده. البي ام، البي ام كانت ب 10، نص الدياجونال الكبير. والام سي كانت بكام؟ نص الدياجونال الصغير اللي هو 8. والانجل دي بكام؟ 130. هنقدر نحسب البي سي؟ هنقدر نحسب البي سي يا مستر؟ عادي، ما نقدرش نحسبه ليه؟ ما هو البي سي هيساوي، يلا نعمل الروت من الاول عشان ما ننساش. 10 باور 2 بلس 8 باور 2 ماينس 2 باي 10 باي 8 باي كوزاين 130، كوزاين الانكلودد انجل. احسب البي سي ده، ده المطلوب الثاني اللي هو عايزه. روت 10 باور 2 بلس 8 باور 2
minus 2 by 10 by 8 by cosine ال 130. طلعت الحسبة دي معايا 16.33 سنتيمتر. حسبت الحسبة دي طلعت 16.3 سنتيمتر. الحمد لله جبت الاثنين سايدز اللي هو عايزهم. الحمد لله. يبقى بس كده خلصت. الفكرة كلها كانت في تفصيص الترانجلز. تفصص الترانجلز. باراليلوجرام تاني. انا اتفقعت الموضوع باراليلوجرام. اتفقعت الموضوع باراليلوجرام والله. وصلنا لغاية فين؟ وصلنا لغاية فين؟ انا رحت فين؟ دي اللي حلناها في الحصة؟ دي اللي احنا مش هنحلها، هنجلكتها. الباراليلوجرام ده نفس الفكرة 8 اللي هو مدي الاي بي والبي سي والاي سي، لا ده فكرته هلس. انا حل فكرة رايقة بتاعت 9 اروق. احل لك فكرة 9 يا سيدي المعلمين. الفكرة 9 بتقول if the perimeter of the parallelogram a b c d is 20 سنتي، if the ratio between two adjacent lengths is 2 to 3. بص يعني ايه؟ بص ادي الباراليلوجرام اللي اسمه a b c d، a b c d ماشيين. ده باراليلوجرام. ها قشطه. لا شكله وحش عاجبني، اسمه تاني معلش كده بس عشان نظبط الكلام اهم من الكلام نفسه. ادي يا معلم الباراليلوجرام اللي اسمه a b c d. بص الكلام على ايه؟ الكلام على ان هو بيقول البريمتر كله ب 20. فاكر في الحصه لما قلت يبقى دي لوحدها الجزء الاسود ده على بعضه ب 10؟ البي سي بلس السي بي ب 10، والجزء الثاني اللي هو دي اي بلس اي بي هو ال 10 الثاني، هو ال 10 الثاني. فعلا مظبوط. الراجل بيقول لي الريشيو بتوين اثنين ادجيسنت سايدز از 2 تو 3، وبيقول لي خلي بالك البي دي ب 8 سنتي. يعني ايه بقى الكلام اللي قاله؟ تعال الاول نحط البي ده معروف ب 8 سنتي. الريشيو ما بين اثنين ادجيسنت سايدز، ادجيسنت يعني جنب بعض، يعني وليكن ده وده، الريشيو 2 تو 3 يعني ده 2 وده 3. لا يا مستر، ده 2m وده 3m، دي ريشيو. طب بقول لك ايه؟ هو 2m بلس 3m، انا لسه قايل حالا ان الجزء اللبني ده طوله كام؟ طوله 10 نص البريمتر. يبقى 2m بلس 3m ايكوال 10. 2m بلس 3m اللي هي 5m. 5m ايكوال 10، اقسم على الخمسه وطلعت الام بكام؟ ب 2 يا جماله يا حلوياته. الام ب 2 يعني الحته بتاعت الاي دي بقت كام؟ 4. ما انا جبت الام ب 2. جبت الام ب 2 يبقى الاي بي بكام؟ ب 6. يا فرج الله، في المثلث ده في الترانجل ده انا ممكن احسب اي انجل تيجي في خيالي. ليه؟ معايا الثلاثه سايد زياده. معايا السايد اي دي ب 4 سنتي، والسايد اي بي ب 6 سنتي، والسايد دي بي ب 8 سنتي. هو عايز مين؟ هو عايز دنس الدياجونال اي سي. راجل بايخ والله العظيم، يعني راجل رخم قوي. راجل رخم لان هو هيفرهدني فرهده كبيره. لان انت لازم 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 عشان تحسب لينس الدياجونال اللي اسمه اي سي تحسب الاول انجل دي. هتقول لي ايه ده؟ اشمعنى هحتاج احسب انجل دي؟ تعال اوريك حاجه، هوريك حاجه. مبدئيا انا معايا ده ب 4 سنتي، يبقى ده كمان بكام؟ ب 4 سنتي. انا معايا ده ب 6 سنتي، يبقى ده كمان بكام؟ ب 6 سنتي. انا عشان اجيب الدياجونال اي سي اللي هو طالبه ده عشان احسبه لازم الانجل اللي في وشه تكون معايا، فلازم اضطر الاول احسب انهي انجل. احسب الانجل دي واشوف الكلام على ايه. هتقول لي طب وانت هتجيب انجل دي ازاي؟ ولا انا هشتغل انتر انجل اي بي دي. ان ترانجل اي بي دي انا عايز كوزاين دي. كوزاين دي ايكوال كام يا معلم؟ يلا نبدا. اي باور 2، انا شغال في انهي مثلث عشان ما تسرحش مني؟ شغال في المثلث ده. الاي اللي هي ب 8 سنتي، ادي اي باور 2 بلس بي باور 2، البي اللي في وش انجل بي اللي هي 4 باور 2، ماينس دي باور 2، الدي اللي في وش انجل دي اللي هي 6 باور 2، على 2 في اول 2 انت كاتبهم، يعني 2 في 8 في 4. اصبحت كوزاين دي ايكوال، يلا نشوف، يلا نشوف. 8 باور 2 بلس 4 باور 2 ماينس 6 باور 2 على 2 باي 8 باي 4 تطلع كام يا معلم؟ طلعت 11 على 6. 11 over 6. شفت كوزاين انسر؟ شفت كوزاين انسر؟ تطلع الانجل دي ب 46 ديجري 34 مينت. انا جبت الانجل دي يا جماعه. الحمد لله. الحمد لله.
جبت هذه الانجل وربنا ستر. عندي سؤال اخر، ايه رايك لو سميت لك النقطه ديت ام بقى؟ بما ان انت عبقرين والمفكر، انا هشتغل على الترانجل ده بس. تعال نشقط الترانجل ده بره ونشوف الكلام معاه على ايه. ترانجل دي اي ام، ده دي اي ام، لو لقينا معاه شويه اطوال وشويه انجلز شغاله هتبقى الدنيا معانا بيس قوي. هو الدي اي بكام سنتي؟ ب 4 سنتي. ب 4 سنتي اه، ما تتزاولش. الاي ام بكام؟ الاي ام ده معرفوش، نفسي احسبه. ميسنج. طب بقول لك ايه؟ الدي ام ده، الدي ام بكام؟ مش انت لسه قايل لي حالا ان كل ده ب 8، يبقى الدي ام لوحده ب 4 سنتي. انا معايا انجل دي؟ اه معايا انجل دي ب 46، مش عارفه كام. 46 ديجري 34 مينت. الله اكبر، اتنين سايد وانكلودد انجل. اقدر احسب الاي ام، اقدر احسبه ازاي؟ اي ام بار 2 ايكوال روت 4 بار 2 بلس 4 بار 2 ماينس 2 باي 4 باي 4 باي كوزاين الانجل. باي كوزاين الانجل اللي هي كوزاين 46 ديجري، اللي هي كوزاين دي. من الاخر انا همسك التي واعمل روت 4 باور 2 بلس 4 باور 2 ماينس 2 باي 4 باي 4. على فكره مش لازم اكتب الكوزاين، لان مش لازم اكتب كوزاين الانجل دي كلها، لان هي اوريدي معايا كوزاين انجل دي بكام؟ ب 11 على 6، فممكن اعمل في 11 على 6 على طول. طلعت لي ماس ايرور. هي دي ازاي كانت طالعه 11 على 6 وجابت انجل يعني؟ الرقم ده غلط، هو الرقم ده فيه حاجه مش طبيعيه. يلا انا هكتب كوزاين، الرقم ده ما كانش طبيعي خالص، الرقم ده ما ينفعش اصلا يبقى اكبر من 1، ما كانش ينفع. هو في حوار هنا انا مش فاكره والله، في رقم طلع بس انا مش فاكره. عامة انا هعمل في كوزاين 46 ديجري عادي زي ما انا شغال 34 مينت. كوزاين 46 ديجري 34 مينت. طلعت معايا بقى الحسبة دي بكام يا ريس؟ طلعت 3 بوينت الاي ام 3.16. الله، ده الاي ام 3.16. اصحى للكلام، الاي ام 3.16. طب ما الام سي قده، يعني من الاخر لو عايز اجيب الاي سي كله هعمل 3.16 ملتبلاي 2. جبت لينس الدياجونال اي سي. كار بنت جنيه، كار بقى. دي اللي حلنا زيها في الحصه برضو، ديت مش هحلها، هنجلكتها من الهومورك. تعالى كده معانا اثبات ظريف جدا عايزين نعمله في المساله رقم 11. في المسألة رقم 11 يا شباب، الراجل بيقول لي ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which ال AB quadrilateral ماله بقى؟ مديني شوية لنسات فيه. quadrilateral يعني شكل رباعي، انت ما تعرفش هو ملته ايه. مش باراليلوجرام ولا ترابيزيوم، هو مجرد شكل عام كده. ال AB بكام؟ ب 9 سنتيمتر. ادي ال AB. وال BC بكام؟ ب 5 سنتيمتر. والسي دي بكام؟ ب 8 سنتيمتر. والاي دي بكام؟ ب 9 سنتيمتر. خير ربنا كتير، احنا معانا شويه صيدات زي العسل. والاي سي بي 11 ده بيوزع صيدات، ده هيهينك انجل زياد. قال لي اثبت ان الشكل اي بي سي دي از اسايكليك كوادريلاترال. عايز اثبت ان الشكل اي بي سي دي سايكليك كواد. ارجع لاول الفيديو وافتكر معايا حاجه قلتها. سايكليك كواد يعني اتش 2 اوبوزيت انجل مجموعهم 180. وكنت قايل معلومه ان كوزاين دي بلس كوزاين بي اجباري يطلع صفر. ما دام الكلام على سايكل الكواد لازم القاعده دي تحصل. انا لازم احسب كوزاين دي ولازم احسب كوزاين بي، الاثنين انجل اللي في وش بعض. لو طلع مجموعهم صفر انا اثبتت ان الشكل سايكل الكواد. يلا على البركه، يلا على البركه. انا هبدا اول حاجه ان ترانجل اي بي سي. في هذا الترانجل الجميل نطلع الجيفنز بتاعتنا عشان ترزق. ان تريانجل اي بي سي هي الاي سمول بكام والبي سمول بكام والسي سمول بكام عشان ابقى جاهز. الاي سمول ب 5 اللي في وش انجل اي، والبي سمول ب 11 اللي في وش انجل بي، والسي سمول ب 9 اللي في وش انجل سي. انا داخل احسب كوزاين بي. عيننا يا رب، عيننا يا رب. كوزاين بي ايكوال اي باور 2 5 باور 2 بلس C باور 2 9 باور 2 ماينس B باور 2 يعني ماينس 11 باور 2 على 2 في 5 في 9
طلع كام الحسبة دي على الآلة يا مستر؟ تطلع كام؟ 25 plus 9 power 2 minus 11 power 2 2 by 5 by 9 تطلع نيجاتيف 1 على 6. ادي اول حاجة انا وصلت لها، انا حسبت كوزاين انجل بي، عايز اروح احسب كوزاين انجل دي كمان، نفسي احسب كوزاين انجل دي. ساعتها لازم اشتغل ان ترانجل اي دي سي، ترانجل تاني خالص، ترانجل ده ان ترانجل اي دي سي. نطلع الجيفن عشان ما نتسوحش، انا دلوقتي في انهي ترانجل؟ في الترانجل ده. مين اللي في وش انجل ايه؟ 8، يبقى الاي سمول ب 8. مين اللي في وش انجل سي؟ 9، يبقى السي سمول ب 9. مين اللي في وش انجل دي؟ ال 11، يبقى الدي سمول ب 11. طيب انا هحسب كوزاين دي ايكوال، مين الوحيد اللي هتحط بالماينس فوق؟ الدي اللي هو ال 11 بار 2. مين هتحط في الاول؟ 8 بار 2 و9 بار 2 على 2 ملتبلاي اول 2 اللي هو 2 في 8 في 9. احسب، همسك التي 8 بار 2 بلس 9 بار 2 ماينس 11 بار 2 اوفر 2 في 8 في 9، طلعت 1 على 6. الله اكبر، واحده 1 اوفر 6 والثانية نيجاتيف 1 اوفر 6. فلو عملت كوزاين بي بلس كوزاين دي هيطلعوا زيرو. اه والله لو مش مصدقني امسك التك، اعمل نيجاتيف 1 على 6 بلس 1 على 6، انسر زيرو. فانت لو عايز تثبت ان شكل سايكل كواد، اثبت ان كوزاين دي بلس كوزاين بي ايكوال زيرو. مستر كان ينفع اعمل ان كوزاين اي بلس كوزاين سي ايكوال زيرو؟ اه طبعا، الاثنين مجموعهم كوزاينهم بزيرو، بس كان انهي اسلك لي؟ الاثنين دول، لان هما اللي في وش بعض وفي ترانجلز كامله. ولذلك لحساب او لاثبات ان الفيجر سايكل كواد، اثبت ان كوزاين اي اثنين في وش بعض بكام؟ بزيرو. ماشي، خش على بعده يعني عادي. يا سلام، ده هنجلكتها من الهوم ورك، هنجلكتها، هنجلكت لك مين كمان؟ هنجلكت لك 13. يا ده انا هنجلكت لك شويه مسائل هتكيفك. A equal 5 سنتيمتر، measure angle B 120 ومديك الاريا. find H of C and B و also find angle A. بص يا ريس، ريسنا اللي ملوش ريس. السؤال بيقول ABC is a triangle in which A equal 5 سنتيمتر، ادي ال A ب 5 سنتي، and angle B equal 120 ديجري، و area equal 10 root 3 سنتيمتر سكوير. انا بدايتها هتبقى هنا من عند الاريا، لان الراجل قال لي اي اول حاجه فايند اتش اوف سي اند بي، وعايز برضو انجل ايه. انا لما ابدا اكتب اريا، اكيد ككتبت قانون الاريا، انا ما ينفعش اكتب قانون الاس بتاع الروت لان معيش 3 سايدز، فانا مجبر اروح لقانون هاف 2 سايد في ساين الانكلودد انجل. انا معيش غير انجل واحده اللي هي انجل بي، فاكيد هعمل ساين بي، يبقى اختار الحرفين التانيين اللي هم ايه وسي. يا رب نلاقي معلومات كافيه للحل. مبدئيا A اللي هي الاريا ايكوال كام؟ 10 روت 3 ايكوال هاف ملتبلاي سمول، سمول بكام؟ ب 5. ملتبلاي سي سمول، سي سمول بكام؟ ما اعرفهاش. ملتبلاي ساين 120، مين انوني الوحيد؟ السي سمول. هتطلع كام سنتيمتر؟ تعال نشوف. انا هقول 10 روت 3، 10 روت 3 ملتبلاي 2 ديفايدد 5 في ساين 120، طلعت السي ب 8 سنتيمتر. ألف مبروك، أصبح معايا السي سمول ب 8 سنتي. أنا كده معايا مين؟ معايا السي سمول ب 8 سنتي. اصحى كده للكلام، أنا معايا السي سمول ومعايا كمان الإي سمول. ماشي. طيب أنا مطلوب مني إيه دلوقتي؟ مطلوب من معاليك حاجة لطيفة جدا. مطلوب من معاليك إنك أنت تفايند كمان البي سمول. تقول لي أجيبها إزاي دي؟ تعال نشوف الجيفن اللي معانا كده. احنا معانا ايه؟ معانا سي، معانا كام سايد؟ 2 سايد. اقدر اجيب البي سمول؟ سهله قوي. هتخش تقول بي باور 2 ايكوال اي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس 2 اي سي كوزاين، كوزاين مين يا ريس؟ البي. بي ايكوال روت الكلام ده، اي اللي هي كام؟ 5 باور 2 بلس سي اللي هي 8 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي الايه اللي هي 5 يا ملتبلاي السي اللي هي 8 ملتبلاي كوزاين 120، لان انجل بي ب 120. بالمناسبه كوزاين 120 بنيجاتيف هاف، لو مش مصدقني شوفها على الاله. انت كده كده هتكتب كله للاله، يعني انت ما بتعتمدش الكلام ده. عارفكوا. طلعت كام؟ طلعت البي سمول ان شاء الله الرقم ده يبقى صح، روت 129 سنتي، اللي هو نيرلي كام؟ 11.3 تقريبا، طلع 11.3. الراجل عايز ميجر انجل ايه يا مستر؟ انا اعرف نجيبها؟
هنعرف نجيبها ان شاء الله. هنجيبها ازاي؟ هكتب كوزين A equal، هكتب الرول واسيبك، B باور 2 بلس C باور 2 ماينس A باور 2 على 2 في B في C. لو ما بتعرفش تحل المسألة دي لغاية دلوقتي تبقى كارثة سودة. ما انت الـ B سمول معاك والـ C سمول اهي معاك والـ A سمول اوريدي معاك على 2 في B في C اللي هم معاك، وانت اكيد بعد ما تخلص هتعمل شيفت كوزين انسر. كلام رايق. السؤال الخامس عشر بيقول لي if sine A to sine B to sine C equal 3 to 5 to 7. ارجع وافتكر كلامي في الحصة ان ريشيو الصينات هي هي ريشيو الصيدات. يعني ايه ريشيو الصينات هي ريشيو الصيدات؟ ساين A to ساين B to ساين C هي هي A to B to C equal كام to كام to كام؟ 3 to 5 to 7. يعني اقدر اقول ان الـ A small بـ 3M والـ B small بـ 5M والـ C small بـ 7M. ده عرق او الكلام ده. ريشيو الصينات هي هي ريشيو الصيدات. انا معايا الثلاثه سايدز او ريشيو الثلاثه سايدز، وانا داخل اثبت ان كوزين A تو كوزين B تو كوزين C ايكوال بلا تو بلا تو بلا. ولا سهل قوي، انا هجيب كوزين A، كوزين A اللي هي ايكوال B باور 2 اكتب 25 تزعل مني، شلت الام نفضت لها انا في الكوزين، بلس C باور 2 يعني 7 باور 2 هتطلع معاك 49 ماينس A باور 2 الوحيدة اللي هتحط بالماينس اللي هي 9 على 2 في مين في مين؟ في B في C صح؟ في B في C. هكتب لكم على كده القانون عشان ايه؟ عشان انتوا عالم محترمة جدا ومحتاجة تركز تبقى قدامي. احسب الحسبة دي، كوزين A طلعت معايا كام؟ 25 بلس 49 ماينس 9 اوفر 2 في 5 في 7. اللي بيتساءل هي الأرقام دي جت منين؟ أنا عملت باور 2 في دماغي، عملت B باور 2 وعملت C باور 2 وعملت A باور 2. طلعت 13 على 14، تعال نروح نشوف كوزين بي اللي هو بدايته A باور 2 يعني 3 باور 2 بلس C باور 2 يعني 5 باور 2 لا 7 باور 2 ماينس B باور 2 اللي هي 5 باور 2 على 2 في F C يعني 2 في 3 في 7. انا اتلخبطت ولا لا؟ ان شاء الله ما اتلخبطتش. A باور 2 بلس C باور 2 ماينس B باور 2 شغال. تطلع كام الحسبة دي؟ ثانية احسب بقى، 3 باور 2 بلس 7 باور 2 ماينس 5 باور 2 اوفر 2 في 3 في 7 تطلع 11 على 14. كوزين سي والاخيرة A باور 2 بلس B باور 2، A باور 2 يعني 3 باور 2 بلس B باور 2 يعني 5 باور 2 ماينس C باور 2 يعني ماينس 7 باور 2 على 2 في اول 2 يعني 2 في 3 في 5. بإذنك يا رب الحسبة دي هتطلع على الآلة. لا ثانية عشان بس ايه تطلع لي زيكم بالظبط، لان انا كنت هعمل سمبلست فورم كان هيلففك حوالين نفسك شوية، فخليني زيك بالقلة بالظبط. طلعت نيجاتيف هاف، نيجاتيف 1 اوفر 2. هتقول لي ايه بقى الحوار ده بقى؟ يعني فين بقى الريشيو اللي هو بيقول لي؟ يا عم نفس الريشيو والله اللي احنا جايبينها هو اللي هو طالبها. هو قال لك كوزين A تو كوزين B تو كوزين C، تعالى نحطهم كده جنب بعض. كوزين A 13 على 14، كوزين B 11 على 14، كوزين سي نيجاتيف 1 على 2، اضرب كل الريشيو في 14 كله باي 14 13 اوفر 14. جرب تضربها على 14 في الاله هتلاقي ال 14 ضربت مع ال 14، 11 على 14 في 14 تطلع 11، نيجاتيف 1 على 2 اعملها على 14 على مسؤوليتي الشخصيه هتطلع نيجاتيف 7. فريشيو الكوزينات طلع كام؟ 13 تو 11 تو نيجاتيف 7. انتهى الحمد لله الهوم ورك الثاني في الترجنومتري، هوم ورك الكوزين رول. الى ان نلتقي على خير في مرات قادمة. سلام.